مرحبا. بسم الله وعلى بركة الله، نرحب بالمتابعين الأوفياء لبرنامج نافذة بعيون مهاجرة وفي فقرته إطلالة على الواقع. اليوم اخترنا واحد الموضوع، موضوع ديال الساعة، موضوع اللي اشتغل عليه المغاربة كاملين يوما كيهضروا عليه، وهو الارتفاع المهول للأسعار يعمق معاناة المواطن المغربي. عملنا السائق المهني في سيارة الأجرة نموذجا. نرحب بالضيوف في الحلقة، فؤاد مريني الكاتب المحلي بالعرائش لنقابة الاتحاد الوطني للصحف المغرب، زكريا الرياحي الرحالي المتواجد معنا بالاستديو هنا، الكاتب المحلي بالعرائش لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. هنا نلعب الشوط الجزيل إلى المشرف العام على البرنامج الأستاذ عبد الهادي الهمداني، ونرفع قبعة الامتنان والشوق إلى الأخت اللي في الإخراج والتصميم والتواصل الأستاذة مريم الزمان. بريادة لابد من أن نعرف على ضيوفنا الكرام، فلتتفضل أستاذ فؤاد مريني بالتعريف، شنو بدا على الحياة، نعرفوا المتابعين يعرفوك ماذا، شكون أنت وفين كتشتغل وشنو ماذا، من بعد ذلك ننتقل إلى الأستاذ زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا الضيوف الكرام ديالنا، وكنشكروا نافذة بعيون مهاجرة اللي هما رغم أنهم في أرض المهجر إلا أنهم يتابعون وبحرقة الأوضاع ديال المواطنين بالمغرب. ناس مشاو لأوروبا وباقي الحمد لله ما تنكروش بالجلد ديالهم البلد ديالهم الأم اللي هو المغرب. كنشكروا الأخت مريم الزمان والأستاذ عبد العالي الهمداني على هذا البرنامج القيم اللي استضاف شخصيات وكتاب ومهنيين. عبد ربكم معكم مريني فؤاد، الكاتب المحلي لنقابة سيارة أجرة الصف الثاني، تابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ونائب رئيس الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والمنسق الإقليمي لها، فاعل جمعوي وسائق مهني لسيارة الأجرة الصف الثاني من مواليد 1977، حائز على البكالوريا آداب، القاطن بمدينة العرائش. شكرا سي فؤاد مريني على هذه الندبة القيمة. معنا الآن سي زكريا. سي زكريا خصنا تعرفنا، وحنا كنرحبوا بك معنا في البرنامج، وما كرهناك شي باش تعطينا واحد المدة باش ندخلوا في الموضوع ديالنا يعني. شكرا شكرا. معكم الأخ زكريا الرحالي، من مواليد 1985، الكاتب المحلي لسيارات الأجرة سيفت النقابة الوطنية المنضوية اللي هو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. المستوى الدراسي بكالوريا آداب، سائق مهني داخل المدينة، ولي الشرف ان شاء الله الرحمن الرحيم على انني نكون متواجد معكم اليوم في الحلقه بعيون مهاجره تحت اشراف الاخت مريم زمان، الاخ انوار والاخ العمداني، وان شاء الله كنتمنوا على ان نوصل الصوت ومعنى الصحه يعني داخل مدينه العرائش لجميع الجاليه المغربيه ان شاء الله الرحمن الرحيم من مقيمات ديار المجر والامال. شكرا. الشكر مجدد لجميع الاخوان الطاقم نافذه بعيون مهاجره في وفي فقرته اطلاله على الوطن. نشكر كل المتتبعين الاوفياء سواء كانوا داخل الوطن او خارج الوطن، وفي سيروره الموضوع الذي يشغل الراي العام الان، الاسعار، جل الاسعار، المواد الاستهلاكيه خاصة المنتجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، عرفت ارتفاعا صاروخيا في الآونة الأخيرة. سي فؤاد، ما هي تأثيراتكم، تأثيرات هذه
الارتفاعات المهوله والكبيره في على السائق المهني وعلى المواطن المغربي. تفضل السي فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. عوده مجدده في الواقع. كنشكركم بزاف على هذا الموضوع، حيت هو موضوع اللي كنقولوا هو موضوع الساعه، تم الاختيار ديالو في الوقت المناسب من طرف المقدمين ديال البرنامج. وباش نزيدوا نوضعوكم في الصوره، ونحن نستعد لهذا البرنامج، كنتفاجئوا هذا اليومين السابقين بزياده درهم اخر في المحروقات. يعني شنو نقول لك، الامور كنا كنتسناو انها تتحسن، كانت في 15.78، دابا 16.78، يعني في 17 درهم. وما ادراك ما 17 درهم، وببلدك المغرب اللي الدخل ديال الفرد ديالو لا يتعدى 50-60 درهم. ارتفاع المحروقات، باش نبغي نوضعكم في الصوره، جاء من بعد واحد الازمه ديال كورونا، ديال الكوفيد ديال 19، بعد ما مرت علينا سنتين. عرفتي شني سنتين كتمر على السائق المهني، وانا ملي كنهضر على السائق المهني رانا كنهضر تقريبا على واحد 70% ديال الشريحه ديال مدينه العرائش، لان كاملين راه متعلقين بحالهم بحال السائق المهني. كي السائق المهني كي البحري، وراه عندها يكون حلقه اخرى عند الاستاذ انور، وعتكون مع البحاره، وعتكون نفس المعاناه. وحنا ديما كنعتبروا السائق المهني في هذا القطاع راه ما حدو باقي ما مقنن، راه السائق المهني راه بحاله بحال طالب معاش، يعني باقي كيخرج كيجي قريب الخبز ديالو مسكين. فاذا به هذا الارتفاع ديال المحروقات اللي جات كي قلت بعد الازمه ديال كورونا، مرت عامين وحنا بالوعود كيف كنقول الحكومه حاولت انها تداوي الجراح ديالنا بواحد المبلغ بسيط، ولولا تضامن، وانا ارفع القبعه للجاليه المغربيه اللي كانت كتصرد، واللي كنا حنا كجمعويين وبعض المحسنين اللي هنايا راه كنا نشوفوا الحاله كارثيه في ديك الازمه كورونا. تنفسنا شي شويه، خرجنا الطاكسيات ديالنا، قلنا بان مشات الازمه ديال كورونا والحمد لله غنحاولوا نخدموا. ما تفاجئنا بضرائب ديال في ديك الازمه ديال كورونا، جاتنا ضريبه الدخل، مع العلم بان الطاكسي كان واقف ما كانش خدام، جاتنا الورقه ديال الموظف، مع العلم باننا كنا واقفين، يعني الدوله ما رحمتنا في حتى شي حاجه. قلنا ماشي مشكل، نخدموا نأديوا ديك المبالغ اللي علينا. فإذا أننا كنتفاجئوا بهذا الأخطبوط اللي متحكم في المحروقات، واللي بدا كيرفع الثمن من درهم لجوج دراهم، بدينا من 9 دراهم، فإذا بينا ب 17 درهم. بالله عليك 17 درهم مباشرة من اللي تزاد ارتفاع ديال المحروقات، راه أوتوماتيكمون وبعملية راه تزاد كل شيء، بدا من البيض من الفروماج، ما تمشي في شي صباح حيت تفيق تمشي تشري شي حاجه كتجبر، تزادت 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 كل شيء تزاد، حتى بالنسبه للسوايع ديال التلاميذ تزادوا، كل شيء مرتبط بارتفاع ديال المحروقات. حنا ملي كنهضروا كسائق مهني على ارتفاع المحروقات، راه ماشي غير المازوط اللي تزاد علينا، راه تزادوا علينا حتى القطاع الغيار، راه القطاع الغيار السيارات راه تزادوا بواحد الاثمنه اللي هي مخيفه. انا كمستغل راه كنت كندير لافيدونج كنديروه ب 30000 فرانك، الزيت والفلتروس وهادي، ولينا كنديروه ب 60000 فرانك، يعني الدوبلي. العجلات كانوا يعني كيديروا 500 درهم ولا 800 درهم، بلاكيط وقيس على ذلك، يعني تكوينه من جميع الجوانب. ندوزو لواحد النقطه، الحكومه انها وانا كنقولها وبتواطؤ مع النقابات، بتواطؤ مع التمثيليات ديال الخمس اللي كيعتبروا راسهم تمثيليات كبرى، ما شاركوناش احنا كمهنيين، مشاو وتواطؤوا وقبلوا بواحد الدعم. شحال ديال هاد الدعم؟ الدعم تحدد في 160000 فرانك، 1600 احنا كطاكسيات صغار، تعطيني انت 1600 درهم وانا نعطيها لك بعمليه وبسيطه. احنا كطاكسي راه تزادت علينا 5000 درهم، يعني يوميا بين شيفور الصباح وشيفور ديال العشيه كاينه جوج شيفورات، زادت 80 درهم 80 درهم 160 درهم. الا ضربتيها في الشهر راه تزادت علينا 5000 درهم. انت ديتي لي 5000 درهم وعطيتيني ديك 160000 فرانك، وديك 160000 فرانك فيها ثلاثه ديال الشيفورات وفيها مول السياره، يعني شحال كتجي 40000 فرانك الواحد. اذا فين هو الدعم؟
حنا كنقولوا هذا راه ماشي دعم، هذا بالعكس ترديتي لي ديال. حنا الدعم الا كان كيكون الدعم كيكون جلس مع المهني وتدعموا بداك الشيء اللي تزاد عليه، وحنا الدعم شني كنا كنطالبوا كيف كيكون مي كيكون هاد المحروقات الا كانت هاد الحكومه مسؤوله وباغا انها تخرج من هاد الورقه. يعني الدعم هو انك كتمشي عند جميع المهنيين كتعطي واحد الكارطه ديال المهني وكيمشي عند بوعد اسمح لي هذه القضيه ديال الدعم العزوله عن تخصصوا له وقت اللي عم نقشوا فيه الدعم على حقيقته. اعطيني واحد دقيقه للاستاذ زكريا. سي زكريا، ارتفاع الاسعار المواد الغذائيه والمحروقات، انت كسائق مهني واش كتعتبره قنبله موثوقه اسمها الجوع في ظل غياب سياسة حكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية المحلية؟ حنا درنا استطلاع للرأي العام، لقينا أسر ما بقاتش كتقدر تساير الحالة الاجتماعية ديالها والمعيشية. الناس يعني بقات اللي كاين اللي صبح اليوم كيعاود لي أنه كان كياكل ثلاثة الوجبات ولا كياكل وجبة واحدة. أنت كسائق مهني، ما تأثير هذا الارتفاع ديال أسعار المحروقات عليكم؟ تفضل. السلام عليكم عودة مجددة. ما اختلفوش بزاف على الكلام اللي قال الزميل ديالي وصديقي الأخ فؤاد المريني. نهضر على راسي. من الزيادة ديال 10 دراهم اللي وصلوا مازوط 10 دراهم، كان كنحسوا بالناقص الخطر بدا كيدو، ولات الزيادة 11 درهم ولات 11 ونص ولات 12 درهم، وكانت عندنا وقفة إلى عقلتوا درنا وقفة أمام مقر المحكمة الابتدائية لمدة يوم كامل، وهذه الوقفة هذه كانت طالبت بها الهيئات النقابيه والتمثيليات النقابيه على الصعيد الوطني ولبينا النداء. فبه تفاجئنا كما قال الاخ فؤاد المريني اننا تصدمنا بهذا الدعم هذا، ولا جينا نحلوا هاد 1600 درهم اللي كتعطى للمهنيين واللي جوج المهنيين ما توصلوش بها. هاد 1600 درهم اللي جينا نحلوها راه كتجي 7 درهم لواحد في النهار، يعني 14 درهم. هاد 14 درهم واش نهضر على راسي، هذا عبد ربي واش زادت عليه غير 14 درهم ديال المازوط في النهار؟ نهضروا بواحد الشعلاويه واحد شويه. راه ملي كنت كنخدم مثلا نص النهار وكندير فيه 80 درهم 85 درهم ديال المازوط كاع كأقصى حد، أولا 90 درهم كاع ديال المازوط كأقصى حد، دابا راني وليت كندير 200 درهم ديال المازوط غير نص النهار ديال الصباح، 21 22 راك يعني 220 درهم في نص النهار ديال العشية، وما بالك مع العشية. أنا دابا وليت كنعيش على راسي سياسة التقشف، من بعد ما انني كنت عايش عادي، يعني ما كان صافي مواطن مغربي بسيط خدام كيقلب على لقمه العيش ديالو، كيخرج حتى الغرض ديالو يجيب ما مقسم الله كيقول، يخلص الكيوي ديالو يخلص المسائل ديالو، عايش حياه بسيطه. دابا لا، دابا وليت كنفكر في اللقمه ديال العيش شنو غنجيب غدا. انا اليوم خدام كنفكر غدا عندك يسمع شي حاجه اخرى زايده عاوتاني. ولينا عايشين مع وليداتنا عايشين سياسة ديال التقشف. هذا السؤال انا نوجهه يا ريت على انه يوصل للحكومه. واش هاد الحكومه هادي واش كتحس بهذا المواطن اللي كيخرج يقلب على 70 درهم او 50 درهم في النهار؟ راه والله ما كتحس به، ونحلف عليها بالله والله ولا كتحس به. باش ما نطولش عاوتاني نخلي الكلمه للاخ امور. سي فؤاد، في التقديم ديالك ديال حول ديال التعريف الشخصيه ديالك قلت بانك المنسق
ديال الهيئه المناسق الاقليمي ديال مدينه الاقليم العرائش، الهيئه المغربيه للعداله الاجتماعيه وحقوق الانسان. هذه الهيئه دابا عاد بقيت كنبقش، لقيت انها صدرت واحد البلاغ واللي كشفت فيه على بيانات المندوبيه السامه للتحقيق. هذا الكلام ليس كلامي وانما كلام ديال الهيئه المغربيه للعداله الاجتماعيه وحقوق الانسان، اللي انت منسق اقليم ديالها. اش كتقول؟ بيانات كشفت بيانات المندوبيه الساميه للتخطيط في المغرب ارتفاع معدل التضخم الى 8.3% في نهايه سبتمبر، واضافت ان هذه الزياده جاءت مع ارتفاع اسعار المواد الغذائيه بنسبه 14.7% وتكلفه النفط 12.9%. وبحسب ارقام المندوبيه فقد سجل معدل التضخم في المغرب اعلى مستوى منذ عام 1995، واشارت ان هذه المؤشرات اسعار المستهلكين في المغرب ارتفعت 3.9% في مارس 2022 مقارنه بنفس الشهر من العام الماضي. باستبعاد المواد غير الغذائيه يكون مؤشر التضخم قد بلغ 0.5%، في حين ارتفعت الأسعار المواد الغذائية 9.1% والمواد غير الغذائية 2.8% والنفط 7.6%. السي فؤاد، كيف جاتك هذه البيانات المندوبية أمام ما تتكلمون عنه وهو الدعم الحكومي لكم؟ عودة مجددة. الدعم الحكومي. نعم. بالنسبة الدعم الحكومي أمام هذه البيانات كيف جاكم أنتم؟ كيف تقبلتوه؟ إحنا كسائقين مهنيين. إحنا كسائقين مهنيين، وكيف قلتي كانت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية كانت سباقة كشف هذا التقرير وهذا التضخم وهذا البيانات اللي كانت جابتها ديال المندوبية السامية، وكنا درنا الاستنكار. وحنا كسائقين هذا الدعم راه مجرد واحد النقطة في البحر، اي باش نكونوا واقعيين، راه مع هذا الغلاء اللي هو الدار راه ماشي اي حاجه وحده. كيقولنا لا انا ولا الاخ ديالي، باش انت تعطي ديك الدعم وديك القيمه هذيك وتزيد في جميع المواد والكارثه والطامه الكبرى، راه نفس اللي تبعنا باش نشرح للمستمعين اللي هما دابا كيتابعونا مباشره باش نعرفوا نفس النهج اللي داروه معنا كسائقين مهنيين، راه يديروه مع الاسطر اللي كيتبع دابا مؤخرا، راه بدات القنبله ديال رفع الدعم على الغاز وعلى الحين وعلى السكر. شنو الطريقه اللي بغى يدير؟ نفس الطريقه واللي كنحذر منها الى قبلوا بها، لان اللي وقع معنا وقع لجميع الساكنه، يعني انهم عطاو واحد، حنا عطاونا حد 160 فرانك بحال اللي بغى يسكتك بها وزاد في المواد وبقى كيتحكم في الاسعار كيف ما بغى. دابا باغي يرفع الدعم على البوطه وعلى الغاز، وراه بداو كيتسجلوا الاسر انه قال لك ديك الاسر اللي هي هشه غيعطيها واحد الدعم، شحال ديال هاد الدعم؟ من غتولي انت البوطه يولي يتحكم فيها راه ما يبقاش عندها ثمن، غدير 120 درهم، ولا تزاد الغاز في العالم غيولي 130. يعني حنا هاد الطريقه ديال الدعم يتيقص مراجعه فيها. حنا هاد ديما كنقول هاد النقابات اللي كيجلسوا مع السي اخنوش، اللي كيجلسوا مع رئيس الحكومه المحترم، هاد النقابات اللي كيقولوا هما عندهم التمثيليه واللي كيهضروا باللسان ديالنا، راه ما كيحسوش بهم، راه ناس ما كيعيشوش معنا، وحاشا انهم كيهودوا الاسواق، حاشا انهم واش الاولاد ديالهم كيمشيو للمدارس العموميه، حاشا واش انهم كيمشيو يعمروا البوطه، حاشا واش انهم كيخلصوا الدور. حنا كنعرفوه، راه جا الاوان، راه الدستور ديال 2011، الدستور جا واضح، الدستور ديال 2011 بان نعطيو المجال للشباب، إدراج الشباب، هضرنا على الشباب بما يكفي في البرامج، تفتح تجبر الشباب، ولكن من كتمشي للواقع اش كتجبر؟
كتجبر الكاتب الوطني ديال النقابه الفلان فلانيه عنده 80 عام 40 عام هو في النقابه ما بغاش يتخلى على ذاك الكرسي. كفى كفى، خلي واحد الشاب يجي يعطي الجديد، خلي واحد الشاب يجي يتحاور. علاش هذا السكوت هذا ديال هاد النقابات؟ حنا ملي كانت الحكومه، حنا ماشي كنقول كندير اشاره بالحكومه ديال بن كيران ولا ديال السي العثماني. السي العثماني جات الحكومه كان المازوط ب 10 دراهم كان كلشي كيخرج للشارع، دابا الاعلام ساكت. واش هذا تواطؤ؟ ما عرفتش فين غادي. واش راه هذه واحد الكره ديال الثلج اللي هي غدا وهي فين باغيين؟ واش باغيين نديروا شي بؤره ديال الفتات؟ واش باغيين تردونا حنايا؟ حنا هاد الامور هذه راه خصنا نجلسوا مع المهنيين، لان الحكومه خصها تهود للشارع. راه نهار الانتخابات كتهودوا للشارع وكتلاقاو مع المواطن وكتجيو كتضربوا البيصار وكتضربوا. بغينا شتي ديك البيصار اللي كنتو كتضربوا دابا راه تزادت. رانا ملي مشيت دابا نضرب البيصار جبرت تزادت جوج دراهم. قهوه ملي كنمشي نشربها تزادت. واش هما عندهم معلومات على هذه؟ انا ما كنعرفش هذا السكوت هذا. حنا الرساله اللي كنبغيو نوصلوا ان المهني راه هو في واحد الحاله اللي يرثى له. راه اقسم لك يمينا لو انكم هنايا نوريكم الحجم ديال الرسائل اللي كنتلقاوها يوميا من عند اسر يومين يومين ما كياكلوش. هذا سائق مهني كيتصل بك كيقول لك يومين ما كلاش، لان كيخدم نص نهار، وهذاك نص نهار مفروض عليه يجيب احد الروسيطه اللي هي قده وقده كيفرض عليه مول الشكاره، كيقول له جيب انا ماشي شغلي في المازوت، جيب 22 الف فرانك هتجيبها. ديك الشيفور مسكين بالله عليك صباح كامل هو خدام وراه جاب 20 درهم باش تشري باسطيات الفار الا بغى يشريهم يشربهم، مسكين يتهنى راه غلاو حتى هما تزادوا. شايدير بديك 20 درهم؟ عنده ثلاثة الأولاد، عنده كيراء، المحسنين علاو يدو، الناس ديال الجالية علاو يدو. إذا خصنا شي حلول اللي تكون جذرية. حنا عارفين هاد الأزمة كاينة في العالم، ولكن حنا راه كنتبعوا، حنا راه كنشوفوا الدول كيفاش تصرفت بعقلانية. ما خليناش هاد النوع ديال التسيب في الأسواق. دابا كلش واحد، دابا حتى حنا باش نكونوا واقعيين، راه من غنعليو يدنا حتى حنا غنضطروا نزيدوا في التسعيرة ديال سيارة الأجرة. حيت ما بقى حتى شي بديل. حنا قلنا أننا مواطنين وما نزيدوش على المواطن. كبرنا. تمينا أن تكون شي حلول، ما كاين حتى شي حاجة. إذا كيف حنا مواطنين زاد علينا، راه غنضطروا إلا بقينا هكذا أننا حتى حنا نزيدوا في التسعيرة. وإلا لاحظنا مؤخرا راه حتى الطاكسيات كبارين. اليوم في الصباح صبحوا ديال القصر كبير العريش القصر كبير 20 درهم ومن حقه. اذا هذه الزياده هذه شكون اللي غيؤدي الثمن ديالها؟ المواطن. وهذا المواطن اللي في مدينه هشه بحال مدينه العرائش، حنا كيجيو باش نكونوا واقعيين كيقول لك بان المغرب هذه الازمه عاديه ديال ارتفاع المحروقات، لانها ارتفعت المحروقات في العالم والمغرب ما كاين حتى شي بترول. نعم سيدي حنا معك، هاد البترول اللي تزاد ماشي مشكل، ولكن حنا راه بلد فلاحي. لا يعقل ان بطاطا 7 دراهم، طماطم 7 دراهم، اللوبيا 10 دراهم، يعني حنا بلد فلاحي. اذا نمشيو عاوتاني حنايا الاسماك، حنا بلد عندنا سبحان الله جوج بحوره دايرين بينا، وراه كتشوف الحوت الاثمنه ديال الاسماك اللي كانت الملد ديال مدينه العرائش. مدينه العرائش ملي كانت كتحرف المواطن المسكين وكيجيب ديك 30 درهم كيمشي يشري حويتات وكيدير طاجين. دابا ديك الطاجين الا بغيتي ديرو خصك 80 درهم، لان لا انت كتعرف وراه انت بحري ودوزتي في البحر، راه الحلوف كنا كنديو 30 درهم ولا كيدير 100 درهم غتقدر تشريه. باش غدير الطاجين هذا؟ غديرو بمبون بخياط؟ ما يمكن لك شي، راه كلشي تزاد. عندنا مثلا حنا عندنا في المغرب تزاد راه كيكون واحد الدهن، راه الفوسفات تبارك الله باش نهضرو حنا على الفوسفات، الفوسفات راه الثمن ديالو طلع أربعة ديال المرات على الثمن العادي. ديك الثمن وديك الربح اللي داته الدولة راه خصها تضخم باش تحارب هاد الزيادة وما تخليش التضخم يوقع، وهاد التضخم راه باقي غيتزاد. ونتمنوا من الله الرسالة توصل ونعطيو فرصة للأخ عاوتاني وباقي لنا عودة، وباش نرجعوا عاوتاني باش نعطيو واحد الشرح على التغطية الصحية اللي هي حتى هي موضوع إن شاء الله. هذا كنت عم جيب لك نعم تا هو عندي سي زكريا الحالي. حنا كنعرفوا المعاناة مع ارتفاع المهول المشرف في المحروقات، قالوا نتيجة تغييب شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب هي لاصون كيناش، وعندنا تلاف
فاعلين اقتصاديين يتحكمون في حوالي 80% من المحروقات. هذه المعلومات عندنا، اش ممكن لكم تقولوا لنا على الدوليات الوزاريه 750 444؟ نعم هذا مجددا شكرا الاخ انور. الدوليات الوزاريه اللي ذكرتيهم دابا 750 444، كاين الدوليه 63، كاين الدوليه 44، يعني واحد المجموعه ديال الدوليات الوزاريه اللي يعني تم خروجها للحجز التنفيذي يعني في ابريل ديال هذه السنه 2022. جات واحد المجموعه ديال الشروط، مجموعه ديال التغييرات، مجموعه. كاين المسائل اللي هي ولله الحمد كانت ايجابيه صراحه، كتصب في المنحه ديال تجويد المنتوج والرقي بقطاع قطاع النقل وبالخصوص سياره الاجره بصنفيها. مثلا هذا التجويد هذا ولا ان ولا باستطاعه دابا ديال السائق المهني على انه يتسجل واحد السجل المهني مسمي. هذا السجل المهني ليش كيخولوا على انه كيولي عنده الحظ بانه يبرم عقد نموذجي او لا يبرم عقد رخصة المقدونية مع المبتري لماذا؟ تشرط على أنه يكون مهني وكيزول المهنة، هذا هو الأساس اللي جا في القضية هذه. القضية الأخرى على أن هذه الدوليات إذا سمحتي لي كيفاش الدوليات الوزارية بحال دابا مثلا ناحيه التنقيط، نعم غير البوانتاج التنقيط ما غاديش يبقى بالطريقه الكلاسيكيه اللي كنشوفوها دابا غيوليو لي ماشين ديال البوانتاج، غيولي بيرمي كونفيونس، غيولي بيومتريك، غيولي يجي السائق المهني يجبد البيرمي ديالو يدوزو في لاباري كتبوانتا العربه وكيتبوانتا السائق المهني زائد على ذلك البصمه اللي غيبوانتي البيرمي ديالو غادي يبصم بانه فعلا هو اللي كان حاضر. داكشي كيدوز اوتوماتيكمون باش ما كتبقاش هذيك لا مبالاه وكذا الى اخره، هذاك السلوك المتهور ديال بعض المهنيين اللي نقولوا حنا تلاحوا على هذه المهنه هذه وكيسميوا راسهم بانهم كيزاولوا المهنه. هذه من جهه. من جهه اخرى الناس اللي كنسميوهم حنايا السائق الاشباح، كيجي واحد كيدوز امتحان ديال بيرمي كونفيونس كيجبر بيرمي كونفيونس لسببين اثنين، كاين اللي كيقول لك انا باغي نعزز السي في ديالي، انت باغي تعزز السي في ديالك حيدتي لقمه العيش لواحد اخر اللي كيتسنى هذيك الفرصه اللي تعطات لك انت تصبر باش يمشي يجيب لقمه العيش لوليداتو. انت باغي غير باش عمر السيفي ديالك، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كاين اللي كيديروا باش يبرم عقد نموذجي أولا باش يسترزق به العقود النموذجية، لأن دابا هاد الدوريات هادو جاو ما يمكنش لأي واحد يبرم عقد نموذجي ديال استغلال مأذونية إلا إذا كان عنده جوج ديال الحاجات أو بالأحرى ثلاثة، يكون عنده تنقيط، يكون عنده رخصة ثقة، يكون عنده بطاقة مهنية لمزاولة المهنة. هادشي اللي كاين باش ما نجيش نطول عاوتاني. سي فؤاد خلينا في الدوليات الوزاريه ديال 750 444، هل هي حقا كافيه لانقاذ السائق المهني من هاد الثغرات، من هاد الافلاس، من هاد الفقر، من هاد العشوائيه، من هاد التهميش؟ واش كافيه لانقاذ ديال السائق المهني؟ لا وربي الكعبه ما كافياش. بالنسبه لهاد الدوريات كان فيها الكثير من القيل، بالله عليك
من كتشوف واحد دورية تم العمل عليها وكتجي باش ما تحميش المستغرب، ما تحميش السائق المهني. شمن دورية عن هضروا عليه؟ الدورية صور أن احنا كان عندنا بأن مثلا أنا كمستغل واحد لقريمة كتكون في اسم واحد في الرباط ولا في المكان للذاهبة، أنا كمستغل كنكون كنكتاري هذيك هي مصدر العيش ديالي بعقد نموذجي وكنأدي له السومة الكرائية ديالو. يعني أنا المصدر العيش ديالي والعائلة ديالي هي من ديك لقريمة. كان عندنا في حالة الوفاة كدوز ديك لاغريمو، انا كمستغل كدوز الزوجه ديالي والابناء ديالي، لان هذيك هي مصدر العيش. فاذا بهذه الدوريه كتجي كتقطع، الا انت توفيتي كتحيد لك وكدير لك العماله. اذا هذوك الناس هذو انا ما عندي لا تقاعد، ما عندي لا ضمان اجتماعي، الا توفيت هذوك الاسره فين نخليهم؟ مشردين، شكون غيتكلف بهم؟ بالنسبه لهذه الدوريه جات ما فرشولاش الارضيه ديالها، يعني جات في واحد الظرفيه ما جلسوش مع المهنيين صرعوا بها، كيف قال الاخ بان عتكون واحد البطاقه بيومتريه، عتكون البصمه، عتكون كاين حتى شي حاجه منها. باقي مجرد حبر على ورق، لان الناس ما مهيئه لهش. وبخصوص ملي كنهضر انا ملي كتجي هذه كتجي في مدن كبيره، كنهضر حنا على مدينه العرائش، مدينه العرائش باقي بزاف ديال الحاجات ما طبقوش. فبالأحرى حنا عندنا البيرو تاكسي باقي مبني، الناس عندها بيرو تاكسي كيكون بالجاج معدل، حنا البيرو تاكسي باقي عندنا مبني بالحجار. نعم سيدي كتمشي عند حد البوليسي كيكون تما، فين هي الآلة فين عاد ديرها فين عاد توجد لها؟ يعني الناس جابت واحد دورية باش تحمي واحد المصالح، جابت واحد دورية باش تتعسف على السائق المهني. شنو جابت للسائق المهني؟ حنا هادشي كنقولوه ما عاد مدة، الا بغينا نصلحوا هذا القطاع ديال سيارات الأجرة خصنا نتخلوا ان هاد سياره الاجره غتولي ديال المهن، بحال اللي كتكون في الدول كاملين. عندنا مجلس جماعي كيجي كيحط ديك لي زاغريمون، عندنا مهنيين كيحطوا طلبات ديالهم كيجي، عندنا النمره فلان فلانيه النمره فلان فلانيه كيتعطاو للمهني كيخد هذيك السومه اللي كيستافد. بالله عليك انا هنا نهضروا بصراحه، عندنا في العرايش عندنا دي زاغريمون وحده انا خدمت فيها، مولاها عنده عام تهدات له في عيد الميلاد، ساكن في الرباط، بواف مدير ديال الديوان فلان فلاني، يما خدامه في القصر فلان فلاني، تهدات له. كتجي نتايا كيستفزك بالحلاوه، كيكري لك، كدوز بها واحد المده ما كيبغيش يجدد معاك الكرا، كيقول لك عطيني 40 مليون، منين نجيب لك 40 مليون؟ حنا خصنا نقطعوا، هذا الريع، خصو يتقطع. واش كاينه شي حكومه، شي رئه تقطع هذا الريع؟ واش الحكومه عندها انها ترفع في المواد؟ واش الحكومه حنا كنصوتوا عليها انها باش تزيد في السلاح؟ واش هاد الحكومه ما عندهاش جرأة انها تقيس هاد الناس ديال موالي الشكاره الكبار اللي هما مخبئين؟ بالله عليك تجبر واحد في امريكا عنده 40 تاكسي، مين جاب هاد 40 تاكسي؟ كيجي هو كيفرض كيدير الشيافر كيستفهم في البومبا، 40 تاكسي عنده كيستفهم في البومبا، جيب لي انت 30 جيب لي انت 40 جيب لي انت 50. واش هادي هي الدوريه اللي تحمي السائق المهني؟ والسائق المهني راه كنقول له من هنا الى بقات الامور بحال هادي راه كانوا عندنا تقريبا شي جوج الحالات اللي انتحروا ديال السائق المهني. واش نوصلوا لهاد الدرجه هذه ان السائق المهني راه نورمالمون ملي عجبر ما يدين ولادو؟ نورمالمون واحد السائق المهني كيجي للبومبا لا غدا باش يخدم كيجبر الطاكسي ما كايناش حيدوا له عطاه واحد قوس. عن اي دوريه نتكلم؟ عن اي دوريه؟ الدوريه خصك تجلس مع المهني، ما تجلس ليش مع دوك القاده اللي كنقولوا لهم في الكراسه وكيقليو لك وكيقول لك وكذا وكتصدر دوريات. لا، الدوريات خصك تجلس هنايا وتجي وتشوف المدن، والمدن راه كتختلف من مدينه لمدينه. حنا راه ملي كنهضروا على مدينه العرائش، مدينه راه هشه رغم الامكانيات العائله ديالها. مدينه العرائش راه رغم انها عندها البحر وعندها الفلاحه وعندها الرمال وعندها المياه والغابات، كتعتبر هي افقر مدينه في الجهه، والمداخل ديالها من اغنى المدن. حنا كنعرفوا شكون كيجري في الكواليس ديال مدينه العرائش. اذا مين كتبغي تحط هذا الشيء؟ راه مدينه العرائش خصك، راه العمال مين كنعطيو العامل ديال الاقليم راه كيعطيو الدستور كيعطيو واحد القدر ديال التصرف قدر المدينه هي اللي كاينه. حنا مدينه العرائش ديما كنشوفوا واحد القرارات اللي هي غريبه على مدن اخرى. المدينه ديال العرائش هي المدينه الوحيده اللي بامكان شخص واحد يجي ويدير علامه تقف بوحده ويديرها ويدير حداها ثلاثه ديال الرجال ديال الامن ويوقفوا تما، والسائق اللي داز
والطاكسي واش انت كديرو علامة ديال القيد اللي هي غريبة وكيدوز مسكين على الصباح وكتجيب ضربو انت ب 40 الف فرانك واش ديك 40 الف فرانك من عايش في ديك الصائر. حنا كنعرفوا علامة ديال القيد ولا علامة ديال التشوير ما كدارش في اي دولة وفي اي مدينة الا بنص قانوني، وديك النص القانوني كيكونوا فيها لجنة، وديك اللجنة كيكونوا فيها المهنيين، وكيكون فيهم رجال الأمن، وكيكون فيهم السلطة المحلية، وكيكون فيهم المندوبية ديال النقل. لا كيجي واحد كيدير وما نهضرش، راه ما كتعرفوش شحال من علامة ديال القيف اليوم داروا. إذا هاد القرار التعسفية خصها تتحيد، وإلا كانت شي دورية اللي غتكون لا ما نكروش هاد الدورية فيها شي أمور اللي هي في صالح السائق المهني، لكن ديك الأمور اللي كتكون في صالح السائق المهني كيتعطلوا أنهم يخرجوا الأرض الواقع، ولكن ديك الأمور اللي كتكون في الصالح ديالو بحال اللي نقولوا حنا البطاقة المهنية. البطاقة المهنية نهار اللي جات فرحنا، قلنا البطاقة المهنية أنها تحمي السائق، داروها لنا ب 45 ألف فرنك. تفاجئنا بأن ديك البطاقة المهنية ما عندها حتى شي دور، وكل مرة كتوفى لك خصك تجيب 45 ألف فرنك وتعدل ديك البطاقة المهنية، شنو الدور ديالها؟ إذا علاش تزادت؟ حنا عندي يعني مين كتجي كيدير واحد الأمور اللي صالح ديالو، أما اللي في صالح السائق المهني كتبقى مجرد حبر على ورق. سي زكريا، سيد زكريا، نعم. حنا كنعرفوا أن المدينة هناك توسع عمران بالمدينة، ياك؟ نعم. هل هي تتماشى تصعيدها الحالية اللي في الخطة مع التوسع العمراني مؤخرا؟ ولاحظنا هاد التسعيرات زادت، وحسب استطلاع عبد الرزاق كيقولوا بان المواطن هو الضحيه، المواطن كيقول لك انا هو الضحيه. حنا خصنا نعرفوا كيف تعاملت معكم البشويه في زياده التسعيره، ولو هكا تمشى مع التوسع العمراني، وهل انتم واش مرادين بانكم تزيدوا على المواطن زياده؟ هو زياده دائما دائما. نشكر على هذا التساؤل وعنجاوب الاخوان المتتبعين. اولا عند التسعيره اللي شرحتي لها الاخ انور، التسعيره هي ما كاين الزياده وانما كاين التعديل. غادي يكون تعديل ان شاء الله في مراحل، وهادشي اللي كنطمحوا ليه حنايا في داخل التمثيليه التنسيقيه النقابيه مدينه العريج، لا حنا في الاتحاد العام للشغالين المغرب ولا الاخوان في الاتحاد الوطني ولا الاخوان في الاتحاد المغربي. هذه من جهه، لان التعديل دار اخر تعديل كان في 2006 يعني كانت العريج الحد ديالها هي شعبان مع الشارع، مع الكلينيك ديال شعبان، مع صحة شعبان. ما كانتش محطة طرقية جديدة، ما كانتش جامعة، ما كانتش مرجان، ما كانتش قهوة الميراج، يعني بزاف ديال البلايص، ما كانتش حي المنار، ما كانتش المشروع السياحي بور ليكسوس، بزاف ديال المناطق اللي هي ما كانتش. دابا كيف ما غادي ننتقل مباشره للنقطه الثانيه اللي هي التوسع العمراني او النفوذ الترابي ديال مدينه العريش. مدينه العريش توسعت لواحد الشكل كبير، ولات عندنا المنار جوج ومنار ثلاثه، ولات عندنا سميتو المعمل ديال اتاي او الشركه ديال الالمنيوم، او لا خاصنا نجيبو رونبوان ديالنا اوبليجي تل الولاد حمو. دونك راه ولاد حمو راه خاصها تدخل ضمن المدار الحضاري، ما خاصهاش تبقى في المجال القروي. ولاد حمو راه ولات داخله 40 ايدان، مادام ان هذا السيد هذا غادي يحط الناس الزبائن ديالو اللي كيهزو من المدار الحضاري وعايد ديهم المعمل ديال الالومنيوم اللي تاهو تابع للمدار الحضاري، وكيف ما كنعرفوا بان ما عندكش كيفاش دير تجاوز الطريق الثانيه، دونك خاصك تمشي تجيب الرونبوان ديالك اللي هي كاينه في ولاد حمو. اذا النفوذ الترابي ديال مدينه العريش ديال البلاكه ديال 40 راه وصل لولاد حمو، اذا ولاد حمو راه خاصك تولي مدمجه في المدار الحضاري. ما بالك ان الشيفور ديال الطاكسي الصغير اللي كيوصل للرونبوان كيوقفوا جدارمي،
ومن حق جدارهم يوقفوا لأن يطبق معاه القانون، لأنك في تصير لك ديال 40 انت دخلت للقرية في الاخر شي يقول له وعسير انا عاكشمت منك، لا ما خاصكش تشم منه ديال الفوريان، والسلطة تحمل المسؤولية، الناس اللي حطت الكروكي هذا خاصة تحمل المسؤولية، هاد الشيفور هذا خاصة يمشي يرفع دعوة مباشرة ولا يجيب قوة قضائية من العلم كان البلاصة ديال الناس هنا وحرر محضر ويرفع دعوة على هادوك الناس اللي هما داروا هذاك التصرف. شكون ما بغى يكون؟ واش المندوب ديال نقل الجيش؟ واش الباشا ديال المدينة ولا العامل ديال المدينة ولا شكون ما بغى يكون؟ نمشيو بعيد، وقعت شي حاجه لا قدر الله شي حاجه كبيره في البلاد، وعندنا حنا هذيك البلاصه ديال التدخل السريع، تما كاين التكانه وكاين الفرقه ديال التدخل السريع كاينه في هذيك البلاصه، وحنا نحيدو المسؤوليه ديال التدخل السريع شنو التدخل بطيء، ملي غادي يمشي الفرقه كامله خاصها تتنقل حتى الولاد حموا حتى الرومبوان وتولي ترجع، راه ولا تدخل بطيء ما بقاش تدخل سريع، اذا تما راه خاص دار رومبوان. ملي كيشوفوا هذيك البلاصه ما خاصهاش تكون المدار الحضري، ديروا لنا رومبوان بصاص البورطا جديده ونجيبوا الرومبوان ديالنا. هذيك نهضروا على العريش جنوبا، انا نهضروا على العريش شمالا. العريش شمالا كاينه جوج، كاينه الشرقيه وكاينه الغربيه. الغربيه راه كاينه البدال ديال ليكسوس، ملي كنقولوا بدال ديال ليكسوس راه كنقولوا المنطقه ديال الكارجه. منطقة من قرجة ولا الداخلة ديال المدار الحضاري، راه ولات حضارية، راه ولاو الناس اللي كيبغيو يمشيو يجيبو شهادة السكرة كيجيو للمقاطعة عندنا، اللي كيبغي يدير شي حاجة كيجي عند البوليس عندنا، ما كيمشيش عند جدارمية، إذا ولات من قرجة تابعة للمدار الحضاري، اللي كنجيو حنايا مثلا كاينة تماك القشرة ديال بلير، معروفة بالقشرة ديال بلير السكنة العسكرية. ملي كيجيو العسكر كيقول لك اخويا باللي راه حنا ما لقيناش ترونسبور طاكسي كبير باش يدينا، ما تقدرش تديه لان جدارمي تما واقف، وناهيك على بزاف ديال الشكايات اللي كتوصل من عند الناس اللي كتكون تماك في هذاك البراج من غير الطاكسيات. وخا خير دليل مؤخرا راه شفنا بزاف ديال الهاشتاغ تاز بالدال ديال ليكسوس ولا كيخلق الفوضى. أرانا نمشيو حنايا دابا شرقا، البور ليكسوس داخل المدار الحضاري، ملي كينزل سائح داخل المدينة ديال العرايش، أولا كينزل في المحطة الطرقية ديال العرايش، أولا في مكان داخل المدينة كيجي طاكسي صغير، طاكسي وي مسيو بين عاد تمشي بور ليكسوس، لا اسمح لي تابع الجدارمية، وراه كيف يعقل؟ واش وطن ندير في وسط المدينة؟ لا تابع المدار القراوي، ملي كتوصل المدار ملي كتوصل بور ليكسوس كتلقى جدارمي واقف، يطبق معاك القانون، لأنك في تلك بلاكة 40. إذا هنا من عندنا جلو؟ كيف ما قلت واش عندنا جلو السيد العامل، نجلو السيد الباشا، نجلو السيد المندوب ديال نقل الجيش، من عندنا جلو حنا هنا؟ واش الناس اللي كتكون جالسة وكتحط في الكروكي كيف ما قال الإخوان حنا الصباح كان عندنا واحد الاجتماع موسع داخل العمالة ديال الإقليم العايش، وتمنا هاد النقط هادو، وكانوا الإخوة المهنيين وكانوا الإخوة المتمثلية النقابية حضر هاد الاجتماع، وهضرنا في هاد الشيء، راه كيف يعقل على أنني عندي تبارك الله داخل المدينة مصيبة ديال الخير ديال ولاد البلاد اللي حاملين الشواهد الكبيرة، كنمشي أنا نجيب مع كامل احترامي ما كنقلل من القدر ديال حتى شي واحد. وانما باش نخلي انا مهندس ولد البلاد ولد مدينة العريش حافظ المدينه درب درب زنقه زنقه، ونمشي نجيب انايا واحد من الدار البيضاء او نجيب واحد مؤخرا اللي جا دار التهيئه الحضاريه من ورزازات، والسيد كيعرف ورزازات ولكن ما كيعرفش مدينة العريش، ما كيعرفش شنو يدير الدرد، ما كيعرفش شنو يدير من العلوقوف والتوقف، ما كيعرفش شنو يدير الوقيف، ما كيعرفش شنو يدير من العلوقوف، ولا شنو يدير العقلانيه؟ شنو ديال العقلانيه؟ شنو ديال المشاركه التقاربيه؟ راه سيدنا الله ينصر راه كيقول المشاركه التقاربيه، راه الدستور ديال 2011 راه جاب المشاركه التقاربيه. وفين هي المشاركه التقاربيه؟ واش كنعتذر من فعل واحد الشيء فعلا معك السي فؤاد، الاستاذ فؤاد
سيد فؤاد، أنت قلت لنا بأنك عضو المنسق الإقليمي للهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وأنك الكاتب المحلي لنقابة سيارات الأجرة السنداوية تحت الاتحاد بالله عليك وبكل صراحة، هل الزيادة في التسعيرة قرار سليم؟ هل دفعكم زيادة الأسعار للمواد الاستهلاكية الأساسية وارتفاع المحروقات إلى الزيادة في هذا؟ واش كتكون قرار سليم في ظل هذه الزيادة؟ أم المواطن المغربي ضحية بكل مستويات؟ تفضل سي فؤاد. تحية عالية على هذا السؤال هذا العميق. هي هو من كنقولوا حنا المواطن المغربي ضحية، أنا راه مواطن مغربي حتى أنا ضحية. السائق المهني ملي دار هذا التعديل واللي كيفكر يدير هذا التعديل هذا راه ما دارو احتشف بأن هذا السكوت الغير مبرر ديال هذا المواطن اللي هو ضحية اللي ما خرجش يحتج، هذا المواطن اللي هو قال لك البيض تزاد وكيشريه، هذا المواطن اللي قال لك بأن الفروماج تزاد وكيشريه، هذا المواطن اللي كيقول لك بأن المازوت تزاد وكيسركل بالطوموبيل ديالو، هذا المواطن أرغب هذه الزيادات كاملة، لأن ما يمكنش السائق المهني بوحده أينو يحتج، احتجاج وبطرق سلمية، أنا ديما كنأكدها وبطرق سلمية، خصو يكون جماعة المواطنين كاملين، المدينة كاملة، القطاع كامل، بالله عليك، أنا ماشي مواطن، أنا ملي كنخرج في الصباح، وكنهز مثلا كنعطيك كنمشي أنا كنخدم، وكن ندخل ديك 30 درهم أو 40 درهم، وكنمشي نشري بها أنا، كنجبر بأن الأسعار تزادت، شنو؟ هادوك علاش زادوا؟ حنا ما زدناش، حنا المواطن الطريفة كي قلنا قالت هي هي. كان تعديل في شخصين وفي ثلاثة أشخاص حيت لا يعقل. حنا باش نعطيها لك بعملية بسيطة، حنا كنا إنسانيين حيت تعرضنا انتقادات، تعرضنا انتقادات كيقول لك علاش ما كتوقفش لثلاثة الأشخاص، حيت هي بصبة طريقة لا بغيت ما نزيدش ما نديرش هذا التعديل هذا عبقى نهز عي واحد من كيشيرو جوج. وأنا كنتأسف كتجبر بعض المرات الراجل والزوجة ديالو والإبن ديالهم أو لا هو وباه وماه واقفين بثلاثة بيوم كيشيروا الطاكسي ما كيبغي يوقف لهم حتى شي واحد. علاش؟ ديك السائق المهني مسكين من تضلح كيقول انا نهز واحد بخمسة ونزيد نهز واحد اخر بخمسة ونهز واحد اخر بخمسة، هي 15 درهم نديهم في لالين ديالي. اذا حاولنا ان دوك ثلاثة ديال الاشخاص اللي كانوا 10 درهم يوليو 12 درهم، وهذه راه باقا عي دراسة، راه باقي ما خرجت حتى شي حاجة للوجود. حنا عي كندرسوا، حنا كنتمناو من الله الحكومة تراجع على القرارات ديالها، نتمنوا من الله الحكومة تزيد دعم هذا المازوط، الدعم اللي عطيه لنا ب 160 فرانك تزيد ترفعوا لنا، نتمنوا من الله من الحكومة أنها تشوف لنا شي حل، حنا مستعدين أننا نقصوا من الطريفة ماشي غنزيدوا في الطريفة، حنا العرايش راه معروف، ما يتزايد علينا حتى شي واحد، أرخص طاكسي هو بمدينة العرايش، ما يتزايد علينا حتى شي واحد، راه الموتور ديال ثلاثة الروايل واللي هو هنا كيخدم أمام رجال أعين السلطة وكيخدم امام الملأ موتور كيجي وكيوقف لك جنان باشا وكيهز لك 14 تلميذ ويهز لك 14 مواطن ودايرهم 4 دراهم الواحد وضرب 4 في 14 وكيدوز من امام السلطه وكيدوز. انت لو زيتي ابني تستيتوع يقول لك راه ملي من عندك واحد زايد وكينزل لك 400 درهم، ديك الموتور كيدوز ب 14 ضرب 4 في 14. وانا من هذا المنبر انا وقيل نشري موتور، انا نفكر اللي عندي روا الطاكسي نشري موتور، شري جوج مواطر وتخدم بالموتور كيبان لي حسن، ما تخلص ضريبه ما تخلص حتى الصوره ما بقاوش كيقطعوه الا ضربك كيهرب وكيخليك تما. كون واقعي حنا ما عندناش شي، حنا ضد هاد الزيادات، حنا ضد هاد الزيادات، حنا نادينا حنا تسنينا شحال باش تزاد المحروقات، راه تزادوا الا الطاكسي اللي باقي ما تزادش، وكان واعدكم راه ما يتزادش، راه ملي غتخرج ديك التعديل ولا وافقوا عليه السلطات وتوافق عليه المجتمع راه كاين عي واحد التعديل، لان كيقال الاخ كان من 2006
باش نرجعوا حنا للموضوع ديالنا. حنا في ظل هذا الارتفاع ديال المحروقات كناديو نكونوا شويه عقلانيين. حنا كنا كنديروا المواطن حتى المواطن شي شويه باقي ما وصلش لديك الثقافه ديال المقاطعه. حتى من الطاكسي الا زاد نقاطعو، البيض زاد نقاطعو. المواطن هذه الرساله كنبغي نوجهها له، كنبغي هذه الرساله توصل له. راه بزاف ديال الحاجات خصنا نستغنيو عليهم. حنا راه ولينا بحال واحد الاله ديال عيد الاستهلاك، واي مرغوب يعني الحاجه اللي كيزيدوها هي اللي كنمشيو حنا نشريوها ونتسابقوا عليها. نحاولوا نحيدوا هذه السياسه، نكتفيوا غير باللي كاين، نحاولوا نحتجوا بطرق سلميه، نحاولوا نوصلوا الصوت ديالنا. الا ان لقينا هنا كنزيدوا علاش كتقول مين كيجي انا اللي كيضر في النفس هو مين كيجي كيقول لك بان المواطن هو اللي ضحيه وسائق الطاكسي ماشي مواطن. علاش انا بوا ما كيشبر شي طاكسي، يما ما كتشبر شي طاكسي، اختي ما كتشبر شي طاكسي، الزوجه ديالي يعني حتى هي، انا بنتي كتقرا حتى هي في المدرسه يوميا كنعطيها فلوس طاكسي يعني لا زدت راه نزيد حتى عليها. ولكن كي كيقولوا مكره اخاك لا باطل، يعني ما بقاش الحلول كامله تسدت. الحكومه سدت باب الحوار، قالت لك بان تفاهمنا مع النقابه الكبرى، سير سيب راسك دير اللي بغيت. المواطن ما بغاش يهود يحتاج. اذا شنو هذا السائق بالله عليك؟ كاين شي حلول؟ راه ما كاين حتى شي حلول. حتى هو راه كيقلب على الحال لانه هو خارج مسكين، يجيب واحد الطرف ديال الخبز لوليداتو، زادت المحروقات، الشعب رضى، الشعب سكت، حتى هو راه يزيد. هذه راه هذا راه كاينه في العالم كامل، ما يزيدش شي واحد يتزايد عليه. شكرا سي فؤاد على التوضيح. والان مع الاستاذ زكريا. سي زكريا، استخلصت من الاخ انكم شفتوا واحد الدعم ديال 160 فرانك، ياك واش هذا الدعم ديال 160 فرانك للمهنيين ديال السيارات النار، المهنيين ديال سيارات النار، او تجاهله السائق المسكين اللي عادي ما استفدش؟ واش هذا تقصير من النقابات الخمس اللي كتدعم المجال ديال انتم مخالطين في النقابات كما كنسمع انا كاتب مع علي عثمان، ولكن الواقع ماشي هو هذا. يعني نعطيو المهني والسائق علاش؟ ماشي هو محتاج للدعم، بالعكس راه هو مسكين هنا كيجيب هذيك الروسيطه كيدي منا. وراه كاين سائقين تلاقاو لي قالوا لي كيدو 50 درهم 30 درهم، كاين اللي ما كيبقى له والو كيمشي يسلم باش يعطي الروسيطه المولى المهني. وانتم قبلتوا الدعم، ويعني لا ما شفنا حتى شي حاجه من النقابات ديالكم كامل جميعا، وتحياتي ومناقشه قايمة مع راسك. شكرا على هذا السؤال اللي طرحتي الاخ انور. هي كتوضح بالنسبه لي انا كمهني او لا كممثل نقابي، حنا كمهني كنا رافضين هذا الدعم جمله وتفصيلا، ما كناش قابلين به. الفكره اللي كانت عندنا حنايا حول هذا الدعم هو اننا نستافدوا من الدعم ديال المحروقات مساواة مع قطع الصيد البحري. كيف ما كنعرفوا قطع الصيد البحري كيستافدوا من السعر ديال الغازوال بواحد الثمن مخفض. بحال دابا مثلا السعر ديال الغازوال في المرسى اللي كيستافدوا منه قطع الصيد البحري واصل 10 دراهم و 30 سنتيم. تمام مزيان. بالنسبه لنا حنا كمهنيين سياره النقل، او بالنسبه حنا كمهنيين النقل بصفه عامه، سواء كان الطاكسي سواء كان الكار سواء كان الطوبيس سواء كان النقل الدراسي سواء المهم قطاع النقل بصفه عامه. اما بالنسبه للصيد البحري راه كيشوفوا غالي عليهم، هذا كيبقى الشغل ديالو. حنا ما نقدروش نفتيو بشي حاجه اللي هي ماشي التخصص ديالنا، كل واحد عنده التخصص ديالو. ولكن حنا بالاحرى لو ان حنا نستافدو من هذا الدعم هذا ديال 10 دراهم و 30 مزيان. اذا
الكتب الوطنيين رضوا بهذا الدعم هذا وخلونا حنايا كيفاش في دليل عن جوك الدعم دابا اللي كيتشد معظم المهنيين ما كيتوصلوش به هذه الاولى الدعم اللي كيتشد حتى ولو توصلوا ببعض المهنيين ما كيتوصلوش بهذيك المستحقات اللي هي خاصه توصل به اللي توصلوا بها كاين اللي كيشد 100 درهم في الشهر كاين اللي كيشد 200 درهم كاين اللي كيشد 300 درهم وكاين اللي كيخاف الله وكيشد هذاك النصيب وكيعطيه المهنيين جوج ديهم عند كما كنعرفوا بان سياره الاجره كيخدموا فيها جوج ديال الشيفورات كيقول لهم هاكو راكم ضايعين كيقسموا عليهم جوج ومن هنا كنقول تحيه كبيره لهاد الناس هادو اللي كيخافوا الله وكيراعيوا الله هذه عباد الله اللي خدامه معاهم وكاين اللي كيقسموا على ثلاثه كاين اللي كيقسموا على ثلاثه كيقول لك الشيفور الاول يدي قسمه والثاني يدي قسمه وانا حتى انا مطور عن حقي ندي قسمه مع العلم انه ما خداش وخاصو الروسي تبقى هي اللي ما تنقش تبقى بلاصه وما كراش زياده وخاصو تدي معها قسمه وكيف ما قلت في الاول القسمه اللي كتجي على ثلاثه راه كتجي 7 درهم لواحد وهذه النازله هذه اقسم لكم بلا اله الا الله انا ما حضرت عليها حضرت عليها السيد عنده شركه عنده شركه ستاسيون جا عنده شيفور ديالو قال له ودي واش ما تعطيناش هذيك القضيه ديال الدعم وهذه قال شحال كيجيك الدعم 7 درهم و7 درهم كل نهار غادي تجي عطيني الروسيطه ونعطيك عليها 7 درهم كنزيدو 7 درهم من داكشي اللي كتخلص ديال المازوت مثلا عمرتي 200 درهم كنعطيك 7 درهم كتخلص انت 1993 درهم وانا كنعطيك 7 درهم باش كتكمل 200 درهم بالله عليك بالله عليكم واش هذا ماشي استهتار واش هذا ماشي قمة اللامبالاة والحكومة من قانت والباترونة من قانت فين يمشي هاد الشيفور هذا؟ فين يمشي؟ يا في الوقيته ديال الجائحه ما كان لا زياده ديال المازوط لا والو ومع ذلك كان بنادم مضروب حتى العظم كنا دليل على ان لقينا شيفور من تحت شانق راسو في الدار ديالي فين بغينا نزيدو؟ سالي ما فكرنا لا في القصار ديال الناس ما فكرنا شنو راه الحكومه كتقلب على قنبله موقوته راه بنادم راه غادي يبقى ساكت 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 غادي يجي واحد النهار انفجار وانا خايف من انفجار صراحه والله العلي العظيم الله يخلي هاد البلاد امن وامن وانما الحكومه السياسه اللي غادا بها الحكومه راه ما غاداش بالسياسه ديال الامين راه الله يستر هذا كان التوضيح ديالي سي فؤاد استاذ فؤاد السؤال ديالنا وهو كالعاده هل فعلا انتم قطاع مهيكل ما دام لكم التغطيه الصحيه وإذا كانت لكم التغطية الصحية سي فؤاد علاش كتلتجئوا ملي كيمرض لكم شي واحد أو كتبغيو تدوه المستشفى إلى تتصلوا ببعضياتكم وجمع من هنا وجمع من هنا ولاحظناها مؤخرا اللي توفى هذاك السيد المسكين اللي كان مريض السرطان شنو الإشكالية ديالكم؟ ما دمتم أنتم أنكم قطاع مهيكل سي فؤاد فهمتيني مرحبا كنتسناك كتسمعني نعم اولا عندكم اولا استاذ انور صحاب ديك قطاع مهيكل حيت قطاع غير مهيكل
تكونوا واقعيين. قطاع ديال النقل وخصوص ديال سيارات الأجرة الصنف الثاني هو الوحيد اللي باقي من بعد الاستعمار تابع لوزارة الداخلية، مع العلم أن جميع قطاعات النقل كتبع أي واحد كتقول له كتبع المندوبية ديال النقل. إحنا كانوا من كان الاستعمار كانوا الطاكسيات بحال اللي كنقولوا إحنا هما المقدمية، كانوا تابعين الداخلية هاكلة قريمة. إحنا باش يكون هذا القطاع مهيكل خصو يهز وزارة الداخلية تهز يد عليه وتعطيه الناس اللي هما أولى، هما قطاع النقل المندوبية ديال النقل وزارة التجهيز والنقل. باش نشرحوا هذه المعلومة للمواطنين يعرفوا شنو كاين. أولا على التغطية الصحية، التغطية الصحية أنا كنعتبرها التعرية الصحية، ماشي تغطية صحية. أكبر قالب ديال المهني هي التغطية الصحية. بالله عليك أنا كنهضر معك دابا عام حيت أنا كمستغل دخلوا للتغطية الصحية ديك المبلغ التكميلي دخلوه مع الضريبة ديال الدخل وليت كنأداها إجبارية. مين كنمشي للصندوق ديال الضمان الاجتماعي يقول لك باقي ما كاين حتى شي حاجة، يعني القسيطاع كيقتطعوا الحق، باقي ما كاين حتى شي حاجة، ما بحقنا ندفعوا، ما بحقنا حتى شي حاجة. كنستغرب أن إنسان عنده رخصة ثقة، ما كنسقسيوش عليه واش خدام واش ما خدامش، مجرد أنه عنده الرخصة ديال الثقة وراه مسكين ما جابرش الطاكسي في النهاية. كيصيفطوا له ميساج من الضمان الاجتماعي أجي تسول الوضعية ديالك، زيد كيتخلع كيمشي كيجبروا عنده 8 شهور 180 درهم في الشهر ديال شادي. لا التغطية الصحية راه هي إجبارية. كيفاش إجبارية؟ واش أنا خدام؟ أنا كندفع ديك 180 درهم مثلا في الشهر، شنو غنستافد؟ واش عندي؟ حنا خصنا الضمان الاجتماعي، حنا كنطالبوا بالضمان الاجتماعي إسوة بباقي القطاعات. علاش القطاع ما عاد راه حساس؟ راه أنت هضرتي قبيله على السيد مريض بالسرطان، السيد كيدير أكسيدون، السيد واش نخرجوا بالسينية؟ إذا حنا هاد التغطية الصحية علاش ما يكونش؟ علاش ما أنا عندي العيال علاش ما تخلصش عليهم؟ علاش واحد اخر كيتخلص على الاطفال وانت ما تخلصش؟ هاد التغطيه الصحيه اللي ما تعطينيش التقاعد. دابا الشيفور من اللي عيعيا، نعطيك الاحصائيات ديال مدينه العرائش شحال من شيفور راه هما ساكن مسيبين حيت صافي مشاو له الكلاوي وصل السن ديال 65 عام، شبر ركنه ما بقاش كيقدر مسكين يصوت، شبروا بوتفتاف، شنو هو التقاعد ديالو؟ شنو هي التغطيه الصحيه؟ هذه راه تعريه صحيه. إيه باش ما نلعبوش بالمفردات. المغرب كان عنده نقص في الموارد ديال الضمان الاجتماعي، كان وقع فيه ثقب وراه القصه كامل كلشي عارفه. يعني الضمان الاجتماعي كان مهدد انه في تقريبا 2026 2027 الناس ديال التقاعد مهددين انهم ما يوصلوش للتقاعد ديالهم. الحكومه شافت بواحد العين بصيره، وهذا العالم ديال الحكومه اللي هو التعاطف مع المهنيين، ما تعاطفش مع المهنيين، شاف بان كاين تقريبا عنده أكثر من 30 أكثر من 15 مليون مهني تقريبا في المغرب، صور كل واحد يحط 180 درهم غيغطيو ديك المصاري. شكون اللي غيستافد في التغطية الصحية؟ غيستافد اللي عنده مرض مزمن، أما اللي ما عندوش مرض مزمن راه غيأد شنو غيستافد؟ أدوية. الأدوية حنا كنعرفوا في التغطية الصحية كتجيب الدواء كتمشي لافارماسي كتجبر الدواء كيدير مثلا 400 درهم، ملي كتدفعوا للضمان الاجتماعي كيقول لك هاد الدواء كاين ليكيفالون ديالو كيدير غير 30 درهم، انا نعوضك غير على 30 درهم. طبيب كدوز كتمشي دوز كيدير لك باش يدير لك الراديو يدير لك كيدير لك تدويزه ب 300 درهم، ملي كتمشي للضمان الاجتماعي كيقول لك انا كنعوض غير 150 درهم. كفى من هذا الاستهتار، نكونوا شي شويه واقعيين ونخرجوا نواجهوا الحقيقه، نقولوا شنو كاين وشنو ما كاينش ونشرحوا للمواطن، ما نبقاوش حنايا كنتلاعبوا كنبقاو نطرقوا الشمس في الغربه. انا عام وانا كنادي هاد التغطيه، هذه راه تعريه صحيه. هاد الشيء فرا حنا جلسنا هنا معاه، جلسنا مع الجهات المسؤوله باقي ما جبرنا حتى حل، جلسنا مع المدير ديال الضمان الاجتماعي، راه الناس لا يعقل ما خدامش وانت جامع عليه 8 شهور كتقول له لا اديها، مين غياديها؟ شنو استفاد باش غياديها؟ واش جلستي معاه وتشاورتي معاه؟ شنو غتجيب له التغطيه الصحيه؟ شرحتي له؟ ها الناس عندنا مراضين، ها مفصيح عندنا مراضين، كناديو التغطيه حنا كناديو، ها الناس مراضين فين عنديوهم؟ اديهم السبيطار ديال المريان، ما كاينش الراديو، ما كاينش السكانير، كاينه غير الكاميرا ديال السرعه، كاينه احدث كاينه حديثه كاميرا ديال السرعه حديثه تشبرك من جميع الواجهات، هذيك موجوده. تمشي للسبيطار راه ما كايناش، الدواء الحمر ما تجبروش. كيفاش شنو غنديروا؟ فين هي التغطيه الصحيه؟ ما نكذبوش على راسنا، الا كنا غنديروا شي حاجه خصنا نبنيو البنيه التحتيه، القطاع ديال الصحه
خصو يكون إعادة النظر فيه. راه لا مريم ولا بؤرة سوداء، راه ولينا كنسميوه مجزرة، راه الداخل لوك ولا الداخل ليلو، راه مولود وخارج منه فقود. راه ما بقينا، انا باش نقولوا حنا التغطية الصحية، راه التغطية الصحية هو انني باش نكون انا بنفسانية مزيانة كمهني نأدي واحد المبلغ اللي قلتيها السيد الحكومة، ولكن عندي الوليدات ديالي خصني نتخلص عليهم اسوة باقي الناس. عندي كنخدم وانا مرتاح، علاش؟ حيت كنعرف بان عندي واحد التقاعد واخا في عيدك 1000 درهم، واخا في عيد 1500 درهم، يعني ملي انا غنشبر الركنه ما نمشيش نخرج نسعى، غنجبر عندي واحد المبلغ في الصندوق. علاش انا كنادي ديك الثمن؟ الا كنتو ديروا لنا هيدا على الدواء لا خليونا عيدك 180 درهم ديالنا اللي عديوها لنا حنا نشريو بها الدواء. انا من هذا المنبر خاص اعاده النظر في التغطيه الصحيه، وكنظن ان الفكره واصله. شكرا سي فؤاد. سي زكريا، استاذ زكريا، دابا السائق المهني واش عنده الحق يدير العجز عن العمل بسبب المرض ويدير التقاعد النسبي اذا كان ما وصلش من 60 او لا ما عندوش؟ لان سي الاستاذ فؤاد قال لي قطاع غير مهيكل، مع العلم انه ينتمي الى وزاره التجهيز. شكرا على هذا السؤال، هذا مع العلم ان السؤال شويه ضحكني. كيفاش غادي يدير هذا الصحيح المهني على انه يدير العجز عن الاعمال ويستفاد؟ وهذا الا كان هو اصلا هذا الشيء يقول هذا الصحيح المهني ما معترفش به، غير معترف به اصلا، كيفاش غادي يدير؟ ما معترفش به حقيقه، هذا الواقع، ماشي جبل، هذا هو الواقع، الواقع الملموس على ان هذه الفئه، هذه الفئه من المواطن المغربي اللي هي سائق مهني سياره اجره غير معترف به، حتى شي قطاع ما بيعترف به، قطاع غير مهيكل، هكا نسميه قطاع غير مهيكل، كتمشي للتجهيز والنقل متبريه منه. الداخليه واحد شويه، التجاره والصناعه متبريه منه، اذا لم لا يتبع ما كاينش. ساليتي عجز على العمل واسمع ليش ضربنا ولا سيدي طابلة أو سيدي تسعة، سير بيع القطاي، سير بيع الخبز، سير دير شي حاجة أخرى من غير الطاكسي، سير بيع الأجزاء ديالك، صافي ما بقيتي صالح، عجزتي على المزاولة ديال العمل ما بقيتش قادر تخدم، صافي كتب واحد الوصية وبيع الأجزاء ديالك وهذيك البركة اللي غادي تجي خليها لولادك يعيشوا بها تما واحد شوية ديال الوقت، صافي. شريكي بخير ودليل، راه عندنا بزاف ديال الامثله داخل مدينه العريش، والله العلي العظيم لا تعد ولا تحصى، اقسم بالله لا تعد ولا تحصى ديال السائقين المهنيين اللي ما عندهمش واللي عزوا على العمل وباش قادرين يساووا المهنه. كاين اللي عنده مرض مزمن، كل واحد وشنو عنده، كاين اللي المنظر ديالو قلال مابقاش يقدر يشوف، مابقاش يقدر يصوم، وشفناهم كيديروا الديطاي، انا ماشي شفت المثال عاكل، شفنا هاد الناس كيبيعوا الديطاي، شفنا هاد الناس كيبيعوا الخبز، الخدمة ماشي عيب، ولكن العيب على هو اننا نشوف هاد الناس هادو بعد ما كانت عندهم همة وشد داخل المدينة ديال العريش، وكانوا كيقدموا واحد الخدمة جليلة للمجتمع، اليوم ولاو في الهامش تضربوا عرض الحائط. وانا كنقول بان سائق سياره الاجره داخل المجتمع كيقدم خدمه جليله، حن ملي كتخرج نتايا معطل مع الثمانيه وعندك ولدك ولا بنتك خاصهم يمشيو للمدرسه، ما كتحتاج حتى شي واحد، كتحتاج لك شي بورطاسي كتعطيه فيها لك الكبير ديالك على انه وصل على المدرسه، وانت كتعطيها له ولا كتعطيه له بامان وانت مرتاح. انت ناعس 12 وحده ديالي في الدار ديالك، والزوجه ديالك او الام ديالك او الاخت ديالك او الابنه ديالك عيطت لك قالت لك انا صافي ساليت الفرح ديالي او ساليت الحفله ديالي او ساليت العرس ديالي،
كتقول لها شد لي طاكسي ويجيبك، تقتيب هذاك شي فور الطاكسي. اذا قدم لك خدمه جليله لا قدر الله مرض شي واحد بالليل، اول واحد كيقلب عليه هو هذاك شي فور الطاكسي. في الوقيته ديال الجائحه راه كنا كنخدموا بالمناوبه الليليه، راه كانوا الناس الساكنه ديال المدينه كيبقاو يترجاو الله غير يشوفوا طاكسي. نزلنا عند الخدمه ديال الساكنه وفرقنا الارقام ديال الهواتف وكنشروها في الفيسبوك وكنشروها في الواتساب وكنعلقوها قدام الفارماسيات ديال السكرتيريات ديال الحراسه الليليه وبزاف بزاف ديال المستشفيات. اليوم غنجيو غنجازيو هاد السائق ديال السيارات والاجره على اننا نهمشوه ونضربوه على الحائط ونتنكروا منه غير مهيكل، ونجي ونطالبوا 185 درهم في الشهر ديال التعريه الصحيه، ماشي التغطيه الصحيه، التعريه الصحيه. هاد الحكومة هادي سيدنا الله ينصرو قالنا التغطية الصحية العمومية الشاملة لجميع المواطنين، 2023 ما يكون عندي حتى شي مواطن مغربي ما عندوش التغطية الصحية، وما يكونش كيتضمن على الحق ديالو في التقاعد. سيدنا الله ينصرو كيفكر في المواطن المغربي، عايش في الحكومة ما كتفكرش في المواطن المغربي. كيعجبونا في الانتخابات كينزلوا للديران ويجي تا هو ويدوس قهوه شعبيه ويشرب اتاي وياكل الحرشه وبزاف بزاف بزاف ويدير كاسكيطه ويضرب رجلو في القيس في وسط السواق. اذا انت كتحس بالمواطن المغربي هذه الحمله الانتخابيه، ما كتحسش بالمواطن المغربي على دور العام. خمس سنين كامله المواطن المغربي عندك ما كيسوى والو. الحكومه فكرت في الفئه الهشه، الحكومه شوفي في المواطن بعين الرحمه، لان المواطن المغربي هو اللي يمكن ان يطلعك. نفس الوقت المواطن المغربي الا حكيتي عليه يمكن انه يهبط اسفل السافلين. الحاضر فلهذا شويه ديال المرونه، ما قالت شي واحد انكم ما تربحوش ولا ما تسترزقوش ولا ولا ولا. كيف نسلو؟ قال لي واحد شويه كلوا وكلوا كما كيقول المثل الشعبي، كلوا وكلوا. سي فؤاد، استاذ فؤاد، واحد السؤال، واحد السائق سياره ديال الاجره بالسلف الثاني سابقا كان دابا الان اصيب بالسياتي، منين كان تحدث معايا قال لي ان السبب ديال السياتيك اللي تصاب به العمود الفقري ديالو هي الوضعيه ديال البنيه التحتيه بالمدينه المهترئه بعدد من الشوارع والازقه. انا لا اتساءل عن دور الجماعه في البنيه التحتيه او المسؤوليه او كذا، وانما اسالكم بصفتكم اطارات نقابيه هيئه حقوقيه، ما مصير ذلك السائق المهني السابق الذي اصيب بالسياتيك؟ شكرا على هذا السؤال. انا كنت متابع هذه الحاله ديال هذا السائق هذا، واللي هو دابا تقريبا صار 4 سنوات هو بدون عمل، كان خدام مباشرة أنه شبر لي من صافي تشلل له واحد النص ديالو والظهر ديالو ما بقاش كيتحرك. باقي دابا داك السائق مسكين باقي دابا ما تعالش شي. هنا باش كنهضروا على هذا القطاع يا عباد الله، قطاع حساس ولينا كتحشم. وهذا السائق هذا الله يكثر المحسنين اللي تعاونوا معاه، المحسنين اللي كيوصلوا له، لأن عنده 3 ديال الأبناء ديالو وعنده حتى الزوجه ديالو مريضه، وهذا هي حاله من الحالات، حاله شاده من الحالات، حاله يعني الدوله رافعه يدها على هذا السائق هذا،
ما عنده كدير السبيطار ما كيتعاملوش معاه ما كيامنوش هادوك الا بالماده عندك الدواء ما عندكش مع الدواء شي سيد خصو يمشي يدير ترويض في طنجه وما ادراك ما الترويض خصك دير جوج ثلاثه ديال الحصص خصو الدراري ديالو كيقراو خصو كانت في كورونا ديك القفاف كنا كنتفكروا بها راه من فكرتيني في هذا السائق راه مؤخرا حتى كيتصل بقيت كنحشم نجاوب في كنحشم ما عندناش ما نقدموا له لان حتى السائق المهني اللي كنا حيت كنا كنجمعوا له السائق المهني كل مره كنحيدوا له هذا 10 دراهم هذا دابا ديك السائق المهني ديك 10 دراهم هي اللي كيديها لولادو في هذا الارتقاض ما عندك ما تحيد حنا من هذا المنبر باش ما نحيدش المسؤوليه نديرها حتى على الدوله حتى السائقين المهنيين كنقول لهم شوف راه الصحه هي كل شيء راه كل شيء عيفوت وكل شيء غنتخطاوه ان شاء الله بالنضال وكل شيء غنفوتوه حافظوا على الصحه ديالكم حافظوا على الرياضه ديالكم انا كنقولها من هذا المنبر اي سائق لو انه ادى الصلاه ديالو رغم ان بعض المرات كنقولوا بان لو وقفتي تصلي عضيع الوقت عندك الحركه ديال الصلاه وديال السجود وهذه راه رياضه راه السياقه وبخصوص في مدينه العرائش اللي عندها حفر حفر يمكن لك ديرها مجمعات سكنيه حفر كاينه في شوارع رئيسيه حدا السبيطار حفره راه بحال مجمع سكني راه عندنا شوارع اللي كتكون كامله مطبات نزيدوا ديك المطبات اللي ولاو كيديروهم كيخرجوا في الشارع داوس اولا حتى المجلس الجماعي كيخرج كيدير ديك لي دودان هو محقو يدير ديك لوطو يعني لي دودان كيداروا بواحد الطريقه اللي ما تاثرش حنا الطوموبيله بلا ما نهضروا عليها الطوموبيله كتهرس في ديك لي دودان حتى السائق راه النص ديالو الكلاوي ديالو كيمشيو له في ديك لي دودان لي دو عمري انا شفت شي لي دودان كيتبناو تقريبا بنص متر حنا كنقول السائق من هذا المنبر حاول انك شي شويه دير الرياضه باش تحافظ على الصحه ديالك باش ما نزيدوش نطيحوا بزاف ديال الحالات ديال الناس راه هذا ما اي حاله راه بزاف الحالات اللي ما تصابوا بالكلاوي هذه اللي كنعرف انا شي ست حالات ديال السائقين ابار الناس اللي ما بقاتش مساكن ولا جاها شلل اما باش نهضروا على البنيه التحتيه في مدينه العرائش البنيه التحتيه هضرنا عليها في مواقع الساعه هضرنا عليها وعينا كنهضروا قلنا عيجي هذا المجلس الجماعي عيجي هذا المجلس الجماعي لكن لا فرق بينهم نفس التوجه نفس وكأن هذه المدينة هذه المدينة بحال اللي كيحكموها شي أشباح من شي جهة أخرى بحال اللي عيك ينفذوا شي تعليمات حتى الشارع ملي كتقول لهم أنه يتعدل وكتسناه يتعدل كتفاجأ بأن ديك الشارع ما كيدوش فيه حتى مدة ديال 3 شهور كتجبر فيه واحد الحفرة لما جبرتي فين تكون هز وليداتك وسير تسكن فيها ملي كنهضروا حنا على المجلس الجماعي والبنية التحتية راه كنهضروا على الإضاءة المدينة ديال العرائش ملي كتمشي كتجبر واحد الأضواء ديالها راه هذيك راه كتأثر حتى على العينين راه ولينا كنخدموا راه كنأثروا على العينين ديالنا كنحاول نفتح عيني بزاف كندخل لبعض الشوارع ما كاينش الضوء أنت مهدد ما كاينش الضوء نهائيا عندك طيح في حفرة وخصك ديك المواطن المسكين اللي دار فيك الثقة اللي دار فيك الثقة خصك توصلوا حتى للبلاصة ديالو كفا راه كنقولوها مدينة العرائش عندها مداخل ديالها حنا كنقولوا باش نهضروا في هذه النقطة كنقولوا بأن كاينة أزمة خصنا نديروا سياسة التقاشف بالله عليك نجبد لك جماعات اللي الطريق ما عندهاش وتفاجأت مؤخرا بأن الجماعة الرئيس ديال الجماعة خرج آخر موديل ديال السيارة رباعية الدفع بلا ما نجبد الاسم ديالو راه خرج هذيك السيارة ما كايناش في أغنى الجماعات في أوروبا وكيتسارى بها في واحد البلاصه اللي ديك الجماعه مسكينه كيطلبوا عي بوطو ديال الضوء كيقول لهم الميزانيه عاد جي كيقول لهم عي مدرسه الميزانيه عاد جي رانا راسلت الداخليه وديك الطوموبيله راه الداخليه دغيا استجبات وكتقيل تسارى بها وبالمازوت كترى شحال كتاكل هذيك بالمازوت نهضروا على السيارات ديال الجماعه ديال هنا راه الناس ساكنه في الطوموبيله دابا لا درتي واحد الروب داخل وهو تي الجماعه ديال العرائش ما جبرت حتى الطوموبيلات الجماعه يا جبروا الطور ليكسوس يا جبروا الا قال لك يقول لك في مهمه وما كاينه حتى مهمه انا كنشوف العرائش ما فيها حتى مهمه الا مشيتي للحماق جبروا في الشارع فين هو المكتب الصحي ما كاينش تمشي تجبر كراس كيجمعوا الازبال وكيديهم للبقار ويوكلوه تمشي المكتب الصحي ما كاينش تمشي للدواوير بوطو تمشي لديال التشغيل ما كاينش اذا فين هما هاد الاعضاء مع كامل الاحترام كتربطنا بهم علاقات لكن الحقيقه ما خصناش نغطيوها هاد السيارات خصهم يوقفوا الا كانت عتكون شي سياسه ديال التقشف نبداوها من المسؤولين الكبار لا
واش عباد الله انت كتمشي عندهم على اقل حاجه كدير معهم اجتماع كمكتب نقابي كتطلب غير رافعه المدينه ديال العريش كامله ما عندها شي واحد رافعه باش كتبغي دير الحجز على الصي على الدرجه الثلاثيه كتفاجئ بهذا كيهضر معاك بوروده مع البلدي المجلس البلدي عاد دار وعيشوف ويدرس الميزانيه انه يجيب رافعه واش بهذا اللامبالاه غنتعاملوا كونوا واقعيين شي شويه ونهضروا راه المدينه غنيه المدينه عندها مداخيل راه هذه هي المدينه الوحيده اللي كنشوف انا اي واحد جالا كيغتني في البلاصه انا عندها مداخيل ما نكذبوش هذه راه كانت مدينه العرائش مدينه العرائش راه البحر راه يوكل مدينه العرائش المياه والغابات من هنا حتى المولاي عبد السلام مع احترام الغابات راه مداو كيحرقوهم لوبيد العقار باش يدخل عليهم عاوتاني راه حيد الفلاحه حديت ولا حرج ساكنه ديال مدينه العرائش لا تتعدى واحد من السنه يعني كنقول لهم انا مدينه العرائش لو انه كانت وطبقت الجهويه كي جا الدستور ديال 2011 مؤكد على الجهويه حنا تطوان حنا ماشي حنا كاملين المغاربه تطوان تبنات تطوان تدخل لا تجبر فيها النقد تطوان تجبر الشوارع ديال الرقيه تجبر فيها العقار تجبر فيها دايج تطوان ما فيهاش شي مداخل اذا الفلوس ديال العريش فين كتمشي حنا هاد المدينه حنا اهل ديال هاد المدينه خصنا الاولى بها علاش التهميش ديال ابناء المدينه الا درنا واحد الاحصاء على لاراديل مؤخرا والامتحانات والموظفين ديال لاراديل تم اقصاء ابناء مدينه العرائش نهائيا علاش هذا الاقصاء الممنهج علاش اي معمل كيجي هنايا كيقصي مدينه العرائش مرحبا بالناس يجي ولكن الاولويه لمدينه العرائش اذا كاينه شي حاجه خصنا نكونوا واقعيين الا بغينا نديروا هذه السياسه ديال التقشف ما نديروهاش على ظهر المواطن الا كان كاينه واحد العجز ما نجبدوهش من المواطن المواطن راه ما بقى عنده فين يزيد المواطن راه باقي له عيش شويه وينفجر كفى كفى من العبث حنا وراء واحد السده العاليه اللي باغي يصلح البلاد ولكن كنتفاجئوا حنا وتم حد الرساله بغيت نوصلها راه ما كاينش اللي كيخرج على هاد المواطنين هاد الناس اللي هما باقين الله يعفو عليهم باقين كيستمصروا في المواطنين كاين بعض النقابات اللي الدور ديالها ماشي الدفاع على المواطن كاين بعض الجمعيات اللي الدور ديالها ماشي الدفاع على المواطن راه كاين جمعيات اللي هي كيهتموا بابناء المدينه ديال العرائش كيديو دعم بالملايين وما كيديروا حتى شي حاجه في مدينه العرائش اذا من هذا المنبر كنطالب ان الساكنه ديال العرائش دير اليد في اليد لاننا الساكنه ديال العرائش المدينه الوحيده اللي ما استفدتش من المبادره صور مدينه ديال العرائش بوحدها كتمشي لا بغيتي هنا هضرت قبيله على السائق المهني انا كندير للسائق المهني باش نخرجو من الروتين ديال الخدمه كندير لهم واحد ساعه كنشبروك ساعه كنلعبوا فيها الرياضه واش كتعرف ساعه بشحال كتقام علينا ساعه باش تلعب انت الكره خصك تكري كابو ب 32 فرانك والطاكسي يعني كيتقام عليك ب 50 درهم باش تلعب ساعه مع العلم ان المدن كامله استفدت من ديك الملاعب ذو قرن علاش العريش ما استفدتش من الملاعب ذو قرن علاش العرائش ما فيهاش دور الثقافه حنا كنقولوا النسبه ديال التشمكير والنسبه ديال في العرائش تزادت علاش راه شوف البيئه اللي كتنبت فيها راه ان المدينه ديال العرائش راه ملي كتخرج للحي هذاك الطفل ديالك ملي كتبغي ديه ما عندناش دار ثقافه ما عندناش مصاريح ما عندناش ملاعب ذو قرى اذا فين غيمشي هذا التلميذ فين غيمشي هذا الطفل كيبقى في الحومه اليوم كيتسبله اليوم كيمكن له هذا شويه نتجنا واحد المجتمع واحد الشباب ما علموش ما نجيوش دابا كنقولوا الشباب الله يخليها سلعه هاد الجيل اللي طالع الله يخليها سلعه لا حنا الله يخليها سلعه حيت ما درناش هاد الشباب فين اطرو كتجبر مدينه اقليم كايناش فيها دار ثقافه ما كاينه فيها مسرح ما كايناش فين يمشي هاد التلميذ هذا ما كايناش فين يمشي هاد الطفل هذا كفى من العبث نكونوا واقعيين شي شويه ونوضعوا النقاط على الحروف وتحيه سؤال اخر اللي غنطرحو ولكن غنطرحو عليكم بجوج كل واحد غيجاوب الكرامه الانسانيه المساواه التكافل الاجتماعي الاستقرار الاجتماعي يجب ان يكون اولياء من اولياء لدى الجهات المعنيه الحكومه وكل من يدبر شأن العام الوطني المؤسسات الدستورية المعنية لحقوق المواطن
مجلس المنافسة، ألا ترون أن يكون تحريك المساطر الأدائية في حق مضاربين والمبتكرين الذين يسعون إلى جلب ثروات على ظهر المواطن البسيط؟ ما قولكم؟ ثلاث حالات سؤال تفضل. مرحبا مرحبا، سؤال وجيه بالنسبه لهذا تحريك المساطر القانونيه. تحريك المساطر القانونيه مؤخرا خدمت في جميع في بزاف ديال المدن، واستبشرنا خيرا من كنسمعوا عازل العامل فلان فلاني وتقديمه للقضاء، عازل فلان فلاني وتقديمه للقضاء. مدينه العرائش، مين كنهضروا على مدينه العرائش كنهضروا على خروقات جمة. حنا كهيئه، حنا كهيئه مغربيه للعداله الاجتماعيه وحقوق الانسان بالعرائش، قدمنا الوزاره الداخليه ملفات كامله، وننتظر انها تصيفط شي لجنه. عندنا خروقات على عينك، كيقول لك ها هي خروقات بينا. الا ترجعنا على الفيس الاستاذ الوهابي مشكور، ولا محمدي مصطفى مشكور، ولا السي شليعبه مشكورين، ولا كاين بزاف ديال الفاعلين الجمعويين اللي اثاروا ملفات حساسه. عندنا ناس توجهت لهم شبهات الاغتناء، ناس دخلوا هنايا فقراء مدينه العرائش، فقراء دخلوا هنايا بواحد الحاله، موظفين دخل عنده صالير ديالو لا يتعدى 6000 درهم، دار ديور، دار عقارات، دار الله يزيدو، ولكن من اين لك؟ هضر منا، هذا راه ديتي عق كتافنا ديتي، هذه مدينة العرائش، هذه مدينة العرائش ماشي اللي جايين، راه عندها ناس ديالها. حنا كنتمناو من الله، نتمناو من الله كيف هذيك اللجنة ديال المحاسبة اللي كتمشي لمدن أخرى. حنا ماشي كنشكوا في اللجنة ديال المحاسبة، حنا ماشي كنشكوا في القضاء، لكن كنشكوا في هذه المدينة ديال العرائش، لأن كنشوف الناس ديالها. أكثر عقوبة اللي تقدر تسلط على شي واحد اللي عطات ريحته بزاف أنه يتم نقله إلى مدينة أخرى أو عزله عن المنصب. أي منصب ستعزله بعد أن جمع كل شيء؟ إيش ما عدا كل شيء، هو باغي يمشي يرتاح، عاجي تقول لي عنده العاز، ألا من المحاسبة. باش نهضروا حنا على دور الصفيح، واش كتعرف الملف ديال دور الصفيح في مدينة العرائش؟ الناس شنو كلات منه؟ سلطات، سلطات كلاو. الصفيح كان في 2000، كان في 2001 2001 من تم الإحصاء ديال الصفيح، قالوا بأن حي الوفاء بوحده كافي بأن تعطالوا البقاع ديال الصفيح كامل وتهناوا من الصفيح. فإذا بينا بحي الوفاء والوحدة والمنار واحد والمنار جوج والشوكة والأفوكا والسيديجي، وإذا بينا باقين في الصفيح خصنا نحاسبوا دوك الناس اللي جاوا عطاو بقاع واغتناوا. كاينين الناس جاوا ومشاو، كاينة سلطات مراتب مختلفة جاو المدينة وتلاعبوا بديك الدور ديال الصفيح. كاينه مقالع الرمال وتهريب الرمال، ملف خصها تكون عندنا الجرأة فيها. الرمال ديال العرائش فين كتهرب؟ فين كتمشي هاد المياه ديال الرمال ديال العرائش؟ خصنا نعرفوها، خصنا نعرفوا هذه ديال التون ديال العرائش، البحار ديال العرائش، الأساطيل اللي كتجي الأجنبية ديال العرائش، الثمن اللي كيتحط فيها فين كيمشي، المداخل ديالو فين كيمشي. خصنا نفتحوا نقاش في هاد الشيء هذا. الناس اللي كيجيو هنايا واش كيجي من واحد كتسلم له السلطه؟ مع احترامي لرجال السلطه، كاينين الناس اللي هما شرفاء، كاينين الناس اللي قدموا للمدينه الغالي والنفيس، لكن كاين ناس قادرين، ناس جاوا اغتناوا من المدينه، دوز 4 سنوات ديالو مشى من هنا بواحد رصيد بنكي اللي يثير كثير من التساؤلات. من اين لك هذا؟ بغينا يتفتح هذا الشيء، بغينا من هنا كنطالب ان الجمعيات كامله، الجمعيات الحقوقيه كامله، الجمعيه ديال حمايه المال العام تحاول تراسل الداخليه. حنا ما نسكتوش على هذا الشيء. مدينه العرائش يتم نهبها، مدينه العرائش يتم التآمر عليها، مدينه العرائش مستهدفه. علاش؟ بغينا نشرحوا هذا الشيء. واش الناس ديالها ما عندها شيء؟ انا ملي كنمشي للمواقع ديال التواصل الاجتماعي كنجبر كاينين الشرفاء، لكن ملي كنجي للواقع ما كاينش.
بغينا هذه المدينه ديال العرائس تاخذ الحق ديالها، اللي سرق شي حاجه يتحاكم، واللي دار شي حاجه نعطيوه أوسيمة ديالو، ماشي على اللي جا لهاد المدينه ديال العرائس يدير الرصيد ديالو، يفيك الوليدات ديالو، يدير البقع ارضيه ويمشي بحاله، ونجيبو عاوتاني واحد اخر. بغينا هذا الملف يتفتح، ومن هذا المنبر هذا كنشكر نافذه بعيون متاجره، وكنشكر المقدمين ديال هذا البرنامج، وكنشكر الاستاذ انوار، وكنشكر البرامج كنقولها البرامج اللي هي كتعطيك الحريه والهامش ديال التكلم بكل صراحه بدون لغه. شكرا سي فؤاد، نقدر انك تمشي شويه. نعود الى سي زكريا الحالي. استاذ زكريا، كلمة أخيرة، سمعتي سؤال جيد. نعم، مشكور على السؤال اللي طرحته. ما نمشيش بعيد. أولا صراحة وبكل صراحة، كيعجبني الموقف ديال واحد الوزير داخل الحكومة، وهذا ماشي إطراء أو ماشي مجاملة، وإنما هذا إعجاب، هذا رأي شخصي، وهو السيد وزير الداخلية، مما كيقوم به من مجهودات ومن تفتيشيات داخل الأقاليم وداخل الجماعات الترابية للمملكة المغربية. هذه مناشدة مني السيد الوزير سي الفتيت، علاش مدينة العريش ما تكونش فيها بعض التفتيشيات بحال هكا، مع العلم أن المدينة عامرة خروقات بالجملة من كبار المسؤولين. هذه من جهة. من جهة أخرى، تكلم الأخ فؤاد المريني على دور الصفيح، كيف ما كنعرفوا كاملين مدينة العريش تهم بإصلاح سلطوي كبير على جميع الأجهزة، يعني السلطة كاملة بجميع مكوناتها داخل المدينة، كاين تجديد كاين تغيير رجال السلطة. حنا كيف ما عرفنا باش المدينة قبل كان مدينة سيدي سليمان، واستصفرنا من الناس الإخوان ديالنا اللي عندنا في سيدي سليمان حول طريقة الشغال ديال هذا رجل السلطة، عاودوا عليه الشيء الكثير، عاودوا عليه الشيء الكبير في الحزم ديالو، في رابطة الجحش ديالو، في التدخل السريع ديالو، وخصوصا أنهم كيأكدوا على مدينة سيدي سليمان مدينة زيرو صافح. العريش كانت مترشحة على أن تكون مدينة بدون صفيح في 2005، يعني مطلع 2005 مدينة العريش بدون صفيح، مع العلم أننا إلا نزلنا جنان باشا غنشوفوا شرقا جنان كاسبيان مع جنان قلاوية مع جنان حرة مع حومة الوفا، مدينة بصفيح، مدينة بصفيح ماشي حومة، مدينة بصفيح. شي هاد الناس هادو ما كيستحقوش على أن نكون عندنا عيش كريم. غنجيو للجهة الشمالية أو نبداو بها كما تسمى جنان باشا الشمالية ولا جنان باشا الشرقية، نبداو فيها ولكن باقي ما تسالاش. غنشوف جنان بيضاور متى هذه صافي. شاد الناس هادو ما كيستاهلوش العيش الكريم، مع العلم أن مدينة العريش كاملة باقا عامرة بقع أرضية، كاملة أراضي. فلهذا كنا شفت سيدي باشا مشكور على الطباع اللي خلاه سيدي سليمان، ولما لا مدينة العريش؟ علاش لا؟ في العهد ديالو نشوفوا أن مدينة العريش بدون صفيح،
باقي ما حصلنا الشرف على اننا نتكلموا معاه مباشره، وانما جات الفرصه على اننا نجدوه من هنا من هذا المنبر، منبر ديال نافذه بعيون مهاجره. ولماذا؟ نرجعوا القضيه ديال التهيئه الحضريه واللي كتعرف خروقات ماشي بالجمله، حدث ولا حرج، شارع الجيش الملكي راه ما تقدرش تدوز معاه، كل مطبات كل حفر حفره عمل فيها بيت، حفره عمل فيها خزانه وعمل العرس، مع العلم اننا كان عندنا جلسه شهر ثلاثه مع السيد باشا المشهور محمد ولي البني كاع على الفور، واستدعى الاخ رشيد الركبي نائب السيد الرئيس ديال المجلس البلدي، استدعى على الفور وبالحق قال له دابا عاد نزل مع الاخوان اللي كنا عبدو ربي والاخ المريني والاخ سليمان عن الاتحاد المغربي، وباقى نصور دلائل، باقى نصور موت عندنا دلائل، قالوا عاد نزل مع الاخوان دابا العلم، قالوا عاد شوف منا شي تشكاو وعاد صلح لي ما يمكن نصلحوه، وخرجنا وصورنا المناطق المتضرره وصورنا من الحوايج اللي كتشكاو منها، وقال لك اسيدي الميزانيه ديال البلاد ما تستدعيش على اننا نزفتوا الشارع، الشارع باقي فيه تهيئه حقه ديال الكابليات ديال الريزو، واخا هذا اللي حلول البديله، نعمروا الارض بالتوفنا، اشريف راه حنا فصل الشتاء مقبلين على فصل الرابع، اذا بقى الشتاء طيح حنا غنديروا التوفنا، راه داك الشيء كان مع جر الماء. قال لك وحق الميزانيه ديال المدينه فيها 12 مليون، عارف شنو يجيبوا بها شويه ديال النيبلوز، شويه ديال يعني الكرابه، ونخلطوا مع شويه ديال الزفت وسدوا دوك الحفيرات، وباقي عندنا التصاور ديال كيفاش تخدم داك الشيء الطريقه العشوائيه اللي تخدم بها داك الشيء. راه حشومه، راه حشومه، راه عندنا المقلع ديال الرمل كيدخل الملاير في النهار ماشي الملايين، راه عندنا البحر كيدخل الملاير في النهار ماشي الملاير، راه عندنا السياحه راه كتدخل الملايين في النهار، راه عندنا الفلاحه كذلك ومثال، راه ثاني اغنى جماعه في المغرب من بعد تماره راه هي مدينه العريش، راه هي الجماعه ديال العريش او ما يسمى بجماعه الزواده، غنجيو حنا نتصرفوا بهذه المبالات شمو عيب وعار، لهذا كنشد من هنا من هذا المنبر هذا كنشد السيد رئيس المجلس الجماعي سعمو من صباحي على انه يخدم بواحد شويه ديال العقلانيه في المدينه، شويه ديال المعقوليه في المدينه، ما نخليوش المدينه تتريب، لان ملي عتريب راه ما عرفوش باش نبنيو واحد، راه خاصنا نصبروا نجمعوا الميزانيه ديال خمسه ديال السنوات ونكبسوهم عاد يلاه ديال صبنا واحد الطريق، وراه جات شركه دوزت الريزو وقالوا بان الشارع، وفعلا جبت الشارع زدت 5 سنتيم ديالها اللي دوزت في هذاك الطوبو ديال الريزو ديال الكابلي 5 سنتيم، ولا نزلنا دابا للتيران نزلوا الارض الواقع نمشيو لشارع الجيش الملكي وغنحسبوها بالمتر غنلقاو 5 سنتيم، راه كنستهزا، راه كتستهزئوا كتستهزئوا بالساكنه ديال المدينه على قدها، شوموا عيوها شارع الجيش الملكي شارع المنار ناهيك على علامة تشويه الطرق، علم صاحب مع شي واحد السلام عليكم وفين ما جيش على غيرك ما كان بلاصه غير فلانية راه قرمطني واحد كيدوز كيبقى يكراكسوني من حدايا، واخا دابا نجي ندير لك انترفيو ما يبقاش يدوز، والانترفيو ولات لا نبقى نديرو العلامة ديال تشويه الطرق على الاقل نديرو البلايك ديال الاتجاهات تحليل الاتجاه
طريق طنجة، طريق الرباط، طريق تطوان، طريق سلتة، طريق الساحل، طريق القصر الكبير، طريق العوامرة، طريق ما عرف شنو. ولا البلدية عندها ممنوع الوقوف والتوقف عند ترديقيه، ممنوع الوقوف والتوقف عند ترديقيه، هادشي اللي كاين. هادو هما البلايك اللي كاينين في المستودع البلدي. ممنوع الوقوف والتوقف عند ترديقيه. وهي النكتة هادي مسرحية كوميدية؟ إلا راه حنا في 2022 الناس راه عاقات وفاقات، ولات 5 جي راه مابقاش 3 جي مابقاش 4 جي ولات 6 جي ولات 7 جي، راه حنا غادي في العولمة وغادي كنتطوروا، راه مابقيناش كنعقلوا على نوكيا بين. الزمان ديال نوكيا بين مشى، دابا راه ولا الانترنت فيه الدراع اللي خصني راه كيبرك على الكليك كيطلع لي شنو واقع في البلاد، راه كيجي تحاور مع مدير في داكشي اللي واقع في البلاد. نحاولوا نفيقوا واحد شويه من الكلبه. وهنايا قالت لي نقطه باش غنختم هذه مناشده وجات الوجبه، انني ناشد جمعيات المجتمع المدني. جمعيات المجتمع المدني حول الله يخليكم تفيقوا شويه من النعاس، لان ملي غبتوا على المدينه ولا التسيب داخل المدينه او عين نقابات اللي كيهضروا، لان اليوم هنايا في هذا المنبر هذا كان خاصو يكونوا الجمعويين الفاعلين، الجمعويين الاحرار ديال مدينه العريش، مدينه العريش عامره بهم، عامره بخيره ديال الفاعلين الجمعويين الاحرار والاشراف اللي عندهم غير على البلاد. حاولوا تفيقوا، لان هذه الخدمه اللي كنهضروا عليها حنايا اليوم وهادشي اللي كنهضروا عليه حنايا اليوم اختصاص ديالكم ديال الفاعلين الجمعويين، لان ملي غبتوا على الساحه ولا الادمان، ملي غبتوا على الساحه ولا البطاله، ملي غبتوا على الساحه ولا التسيب، ملي غبتوا على الساحه ولا دور الثقافه ودور الشباب مسدودين، ملي غبتوا على الساحه ولات بزاف ديال الحوايج، ولا الشباب ضايع، الشباب ضايع، ولا غادي في متاهه. ملي غبتوا على الساحه جات الصفقه ديال المعامل وديال المنطقه الصناعيه كبيره اللي كانت غادي تحل المشكله والازمه ديال بزاف ديال البطاله داخل مدينه العرايش، ومشات المكناس ومشات القنيطره دات من حدانا وكانت مخصصه مدينه العرايش، وبالضبط كانت غادي دار فريصانه وجهه كانت غادي دار في العوامره، جوج ديال لي زون، وحده في العوامره وحده في فريصانه، تلعبت ومشات القنيطره ومشات المكناس. فيقوا واحد شويه من هنا كاين شي جمعيه وحده اللي بقات كتبان لي خدامه وخدامه وكتحاول على انها تنقذ الشباب من الضياع وتنقذ الشباب واحد شويه من البطاله، وهذا ماشي اشهار، والله ما اشهار، وانما تحفيز لهذوك الجمعيات باش ينوضوا، حيت كتبان لي منظمه الكشاف المغربي الوحيده اللي كتصارع على تنظيم برنامج اوراش وكتحاول على انها تشوف الناس اللي هما يا بطاله ما عندهمش الخدمه كتنوض تدبر لهم على فين فين يخدموا وفين يعاونوا راسهم يعاونوا الاسر ديالهم، يعني على ان لو الجمعيات كاملين ينوضوا يديروا بحال هكا. وتحيه وكنشكر جميع المتتبعين ديال هذه الحلقه، وكنتمنى من الله على اننا نكونوا ضيوف ظراف خفاف على قلبكم، واستسمح على اننا شطرناكم المشاكل ديالنا، وانما هذا باش يوصل الصوت ديالنا للجاليه المغربيه ولجميع المتتبعين داخل وخارج ارض الوطن. وشكرا. شكرا للاستاذ زكريا للتوضيح ان هناك جمعيات في المجتمع المدني ومناضلين من العرائش يعملون بصمت، يعملون بجد، يعملون باي طرق اتيحت لهم من اجل
الخدمه الانسانيه والاجتماعيه وكيعاون بزاف، ومنهم الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج هما كذلك. ومن هذا المنبر نقول برنامج نافذه بعيون مهاجره في فقرته اطلاله على المواطن تناول موضوع الارتفاع المهول للاسعار يعمق معاناه المواطن المغربي. كان لنا النموذج وهو السائق المهني لسياره الاجره صف الثاني، وان شاء الله سيكون البرنامج ينفتح على مجموعه اخرى من الجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشان العام المحلي او القطاعات كقطاع الصيد البحري. ومن هذا المنبر نشكر المتابعين الاوفياء الذين تابعونا، نشكركم السيد الاستاذ فؤاد المريني والاستاذ زكريا رحال على جرأتكم وشجاعتكم ووفائكم لمدينتكم. كانت مهامكم الاول هو تعريف مدينتكم عن معاناتها، عن معاناة السائق المهني. لقد كنتم في الحقيقه اساسيه، ارسلتم رسالة واضحة إلى الجهات المعنية. وشكرا. وقبل أن نختم نشكر المشرف العام على البرنامج الأستاذ عبد الهادي عبد الهمداني، ونشكر الأخت والأستاذة مريم الزمان التي تقوم بالإخراج والتصميم والتواصل، وتستحقين فعلا شرف أو لوحة شرف على هذا العمل، أنت وكل طاقم نافذة برنامج نافذة بعيون مهاجرة. شكرا لكم، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله بحول الله، ولنا موعد معكم قريبا إن شاء الله. تحياتي، السلام عليكم، معكم أنوار الشغالي ابن مدينة العلاش.